ولدك وقف على الباب قال له هذا الحيوان معك؟ قام السعدان حس براسه. تعال شوف وين رايح. رايح على البيت. العفو، شو بدك يعني فوت اقعد مع الزعمات والبكوات؟ ايه معلش معلش اتركها يروح ابو الشام. شو قسام قال لي اغراض البستان جهزوه؟ جاهزه وعلى كيفك ولو. كله كله وقواتيله 24 نيران. صفيان السلطه بس. هي السلطه راكبه عندي لا تحكوا الهمه. هي بقيت الاغراض قسام. عمل لك كلها جاهزه ولو على كيفك. على كيفك بس. تفضلوا يا بي. يلا شرفوا. يلا خاطر شكل كار. يا شكر. على وين رايحين؟ ارجلي على رجلي. قسام وين الكمه؟ لك الكمه بتنشوي لحالها يا فهيم. وجايبين كمه كمان. شو بدك احسن من هيك؟ لك انت البطاطا مالك شبعانه وعم تتدلع. جابك كتاب ضحكت عنزه بالمسلخ. اخي الله يهنيكم باللحمه والكمي. انا ماي على شغلي. اقعد هيك اقعد برضه. بالله شو عندك شغل شكري افندي باخر هالليل؟ عنده طهور ليلي سيدي. يا سيدي وانت السادي عنده كاسات هوا على ضوء القمر. يا ريت تسكت وتاكل هوا على ضوء القمر. هلا برمي شكر. هلا برمي بقى. صحيح لا تقول المغني غني ولا الرقاصه رقص. هات لشوف. غني لنا موال سبعاوي على كيفك. هات يلا. اي والله. يا لائمي في الهوى العذر كفاك شجار. الله الله. لنت ملوع ولا عالم بحال الشجار. ظلم الأحب عدل مهما بحكم شجار. أمان أمان يا باي. يا عيني يا شكر يا عيني. ظلم الأحب عدل مهما بحكم شجار. راضي 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 ولو صرت عند أهل العشق عبرة. يا خال عالجت روحي فلم أحصل لها عبرة. يا قلب يا قلب يا قلب انعي ويا عين زرفي عبرة. يا حبيبي. الله يبعث له خانوه لشكركا. ان شاء الله في الصبح رايح صوتي وبخفي حسي ومشتور حنكي ومدندني بنات اداني ريحه. تف من تمك بقول لك. تف من تمك يا شو. ايوه بعيد الشر عنك وعن عدوينك. شو الحكي هذا اللي عم تحكي لك شكركا؟ لك خلصنا ابو الشام خلصنا. قدر الصبح وطلع الضو وهلا بيطلع ابوك وبيشوفنا بهالحاله وساعتها منصير بنعوي مع الكلاب بدل الغني. معناتها غني لي وعوي لي يا ام العبايه. يا حبيبي ختام العيان يا ام العبايه. حلوه عباتك ترررم جمالك آية. حلوة صفاتي. خلصنا. لك يقبرني ربك. لك شكرك. لك يقبرني ربك مع أحلامك. شبنا أبي حسن لا تتأخر على الخال الله يرضى عليك. حاضر يا أبي حاضر. يا الله عنك يا بي عنك يا بي عنك. يلا ترون ترون. مين؟ شيخ حسن. شيخ حسن. شيخ حسن. لك مالك طاسه شو عم تعمل بحالك انت؟ شو عم تعمل انت؟ هلا شوف وين كنت سهران وش الصبح. هلا بدي اعرف كنت هلا هلا بتعرف اذا بشوفك ابوك هيك شو بيعمل فيك؟ وين كنت؟ شو بده يعمل فيني؟ شو بده يعمل فيني؟ شو بني انا؟ خلاص وصلت حلقة. شو بني ليكني واقف؟ خلاص ليكني مثل النمر. وعليكم السلام ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. غنيني غنيني حسن. غنيت عم تغني يا مرحبا. فوق تغسل وشك. والله صرت حلقة فوق تجور. يا بمستوى والله. يلا عن اذنكم. اهلين استاذ فارس. الله معك مع السلامة. اهلين استاذ فارس. السلام عليكم اخي. اهلين وسهلين. اهلين تيسير باشا. شو هاد وشك لما ضوى القمر؟ والله راحت علي نومي. فطرتوا؟ قول تغديتوا.
اهلا وسهلا لك. انا لقيت بدي غطي عليك قدام ابوك. ايش بدك تضل تسمني المرشح كل يوم هيك؟ يعني اذا كان المحل ابونا لك اخي منطنش وما منسأل. اخي انت ليش هيك عم تفسرها؟ لانه ما بتتفسر غير هيك لك اخي. الله يعينك على مستقبلك واخرتك. يا سيدي ما كانت ابي بتكفيني لولد ولدي الحمد لله. الله يديمه فوق راسنا. لازم نعترف بفضله جدي وزعيم الحارة، بس العترة اللي مو عارفان قيمة النعمة اللي عايش فيها. حمدي يا اخي شو مالك نام تشتغل؟ لا والله يا اخي مو جعبالي، وعندي مشوار ضروري. هات اعطيني اجرتي خليني اتيسر. ايه على راسي. شرف ابي شرف. تسلم والدي. يلا سلام. الله معك. تعال عندي حمدي. شرف يا بي مين صحة وهنا؟ الرنيات لك احلى وشام على راسي. حماتك بتحبك هلا غلبي الشاي. الله يعزك. وينو شكري وينو مبين؟ وين تكون يعني؟ متسطح وخفلان على الكرسي تبعه. معناته رح افوت وزعله نهاره وبعدين بقعد انا وياك بشرب كاستين شاي على رواق. العينات استني. وين الخبز عم يعزو؟ اي والله لك يا ابراهيم خبزات على راسي يا اخي. شرف 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 يا بي. الله يسلم الديات. كبشتك كبشتك لك الله يسامحك يا ابو الشام يا ابن سيدنا الزعيم. بجاه كسرتي عند ربي. لك شبنا شكلي شو صار لك شبنا؟ شبنا؟ لك خلصنا اخي حل عني. نايم من تحت راسك مقبور بالدكانه مثل الجمل. لا حسيت لا مين فات ولا مين طلع. خلينا نعرف السبب يا اخي. هيك هلا هيك صارت صحبه لك شكري؟ وانا بقول له لابي شكري وشكري هو بيقول لي جيب لي غيره بقول له لا يا ابي. هذا شكري الحلاق شكري المغنواتي اللي على دراس ابو حجامه طاهر الاولاد. عم طاهر اخي من الاخير شو بدك؟ اخي بدي اياك تسامحني ايش كان انا تغلصت عليك امبارح. اخي سامحناك. يعني تغلصت عليك انا امبارح؟ لك اخي ما تغلصت علينا وسامحنا. اكيد اكيد. لك لما بدي اجيب شكري خلص الديب ابو الشام وانا لها. غني لي يما العباية. لك عباية تسحب. لك اسمع اسمع خلص اسمع. اليوم المساء في عنا عزيمة مرتبة هيك وفخمة، رستقلي امورك وجهز حالك. لعينيك جاهز. ايه شو بدك تغني لنا فيها؟ شو بدنا نغني فيها؟ شو بدنا نغني فيها؟ يمو العباية. يمو العباية حلوة، طب سمعنا اياها شوي هلا. لك هلا عندي يا اخي. اخي ما بيدو بلاي. لازم اكون موجود بكل حفلة. يمو العباية حلوة عباتك. عمتي تيسير. ايه في الله يرضى عليك. لك لك كفاية انا فايق عمتي. لك شو فايق؟ هلا بيجي ابوك وبيلاقيك نايم. اي والله والله بإيدي قيامتي. لك يا عمتي لك فقت انا فقت. يلا بس بقيني انت وخلي امينه تحط لي اكل. لك شو هذا؟ ريحتك يانسون وعيونك حمر. شو في عمتي؟ ايه خلص لك فقت انا سبقيني سبقيني. يلا في الله يرضى عليك. يلا في ايه يلا يلا لك اخي شلون يعني ما اعطيه حصته من المربح؟ الزلمه له حصه ولا جمعيه كمان؟ لك اخي ما اختلفنا، اعطيه جمعيته صبرك بصبره، واخر الجمعه اللي بزيد بتقسموه انت وياه. لك يا شكري يا حبيبي، دكانتي بالاساس اوضه من البيت، وهذا البيت ورثنا يا ابي المرحوم الله يرحمه، يعني كل من بالبيت له حصه فيه، مو بس ابي لحالي. رحمه الله عليه. تعيش وتترحم ابو الشام. الست الوالده باعتني سوارتين وبيعت اختي سوارتها قبل ما تتجوز لحتى قدرت ظبط الدكانه واشتري الكرسته والعده. بقى شركاتي لما لقى مشان الله ابو الشام قل له شركاتي لما لقى. ايش كان بدك الدغري بلا شركاتك؟ انت عيني بقى شلون بدك ياني ما اعطيهم حصتهم؟ اخي في حل. هات لشو؟ انت مو كل جمعه بتشتري شوال فول وشوال حمص بالمفرق بالشوال؟ مزبوط. معناها اذا بتشتري لك شروه مرتبه فول وحمص بعز موسمها بتوفر نص اذا مو اكثر، صح لما لا؟ واللي بتوفره بصير لها. لك انا منين بدي اجيب حق هيك شروه يا شكري؟ ما معي لك اخي ما معي، انا يا دوب كل جمعه عم بقيم رسمال الجمعه اللي بعدها. بيني وبينك الخميس ابراهيم ما كان ناوي ياخذ جمعيته، لانه حس انه ما راح يصفالي شيء من الغله. وانا كذبت عليه وقلت له اني قايم شويه مصاري مخبيهم مع ابو الشام. لك ايه معناها شغلتك عويصه مو هيك ابو الشام؟
بحكي لك مع اخي حسن يكفلك عن شي تاجر حب وبتاخده من عنده جمعيه. كفو ابو الشام والله كفو. الله يجبر بخاطرك انت واخوك حسن، بس والله انا ما فيني احمل هيك دين برقبتي. انا بكفيني حملي الكبير. انتوا بس ادعوا لنا الله ما يحيجنا لحدا وما بدنا شيء. امين يا رب العالمين. امين لا يحيجنا ولا يحيجكم. السلام عليكم. مساكو. اهي ابو الشام. شو وينه جارك؟ ريتك حدايا ابو الشام. شو رأى الحج؟ لك لا يا ريق رأى الحج كنا نخلص قصص والناس عم بسويها. وينه لك؟ هاي جواد دكان بارحي. شو عم يسوي جواد دكان؟ ما بعرف. والزباين؟ تناوى من جوا على الزبون. مش كان عجبه؟ قلو تفضل. ما عجبه؟ قلو حليق. شلون بقى بيعرف انه هذا الزبون بده يعجبه وهذا ما بده يعجبه؟ ويوم الشام يسأله يقول له شو بدك مني؟ قدي بدك تفاق؟ يدخله. هيك لك. بلا. دباره عندي. شو بدك تساوي؟ اتركوا علي وتعا وقف على جنب. ها اجي معك يعني؟ ايه ايوه وقف هون بصير. بلا اشتقينا من طلالي. بدي احلى شعري واجدعني وظبط شواربي وما بدي ادفع ولا متليك. تطلع ولا تكسر محل فوق راسك ولا؟ ابو الشام شو يا قليل قصر قليل وجدان؟ شو سوي؟ وينك لهلا من بعد الحفله ما عاد سالت عني؟ هاي جزاتي بعد ما دافعت عنك وما خليتوني مسحوا فيك الارض؟ والله امسحوا خلصوا. هلا شو عم يعملوا؟ تكي ابو الشام تكي. امسكوا حدك مني. شو عم تسوي هون؟ بدي اشتري عظامي. تاخذ لك رشه؟ رشه شوي. ما يكفي تاوي تكي ابنك ابني علي خلص خلص. وين ابو الليل؟ خير؟ بلا منقوديه ما عطتني حق اجلال. والله؟ ايه والله. لا انت عم تحكي جد لما عم تمزح ولا؟ لا جد وجد وجد كمان. شوف لك ابو عبدو انت بدك حق اجلال من العقيد ابو الليل؟ واخوه للعقيد ابو دعاس ما هيك؟ ايه بدي حقه يعني انا بدي حقه. انت كرم عينك وي حقه يا بطل. شو هذا ابو الليل؟ لا اكرم له شيء. شوف المره الثانيه راح بعطيك حق اربع روح. ايه ما راح اتوحي. ليش مالك كندور؟ لانه رجلك تاني رح تطلع من هون لابسه فوق ظهرك امان. انت الحكي لي بالخصوص؟ ايه لك اكتبه. اطلعوا. تعالوا هون. هات الشغله مفتوحه. والله ولك هات الشغل. هات عينك. لك الله حياك ابو الشام. اسمعوا لا. بتقول له العقيد تبعك هي علامه من شباب اهل الاناية. وبتقول له كمان لكل دبه مثلك قالوا عنا جدال. فهمانوا لا؟ قول هون لشو؟ رشيدو هذا عمي تيسير. قل له تفضل يا ابي تفضل. لحقنا لهو العمى شو ها؟ خلصوا لك وخناني على الاكلك. شو بده يعني؟ شو بدي اعرفني؟ بجوز جاي ياخذ الاجره. نعيمه فوتي لجوا. ماشي تفضل عمي. يلا يلا. السلام عليكم اخي. اهلين عمي. السلام اهلين. تفضل اخي حماتك بتحبك. ان شاء الله دائما سبق تكون. بس انا جاي لشوف رشيدو شوي بدي روح. ايه شرف شرف. لك يا ميت اهلين وسهلين بابو الشام. شرف شرف يا عم رشيد. تفضل. شفت شلون ما سلم علي؟ شلون ما سلم علي ثاني هو حاطط عينه بالارض؟ انت ريحي لي حالك ست ساميه. عمدي صير الشر احسن ما مسح فيك الارض. حاضر يا ابي. عم بقول لك بس لأمي. لك ما علي نفس رشيد والله يخليك وجهز حالك خلينا نطلع ناشي مشوار. لوين؟ لوين ما كان طاق روحي من البيوت بدي شم ريحة ربي. صاير معك شي؟ أشاوي. خير شو في؟ بحكي لك برا وجهز حالك يلا. طيب يلا. أمي؟ شبك أمي؟ جيبوا لكم تاكلوا جوا؟ لا لا أمي بس بدي روح أنا وعمي مشوار. والله يخليكي أنت قولي له لأبي. انا ما بدي اقول له انه بتعرفي لابنك هلا بستلمني وبقدر غلبه كالعاده. لوين بدكم تروحوا؟ والله ما بعرف يعني يمكن على شيء قهوه. بس لا تطولوا. ايه خلص امريك. شو بقول يا فندي؟ ما خصك انت سعيد النصبي. كمل اكلك كول. كتران سهرك برات بيت الاياب. اما اقول كتران سهرك برات بيت الاياب. ايه يا ابي كتران. برح عامل لي عركة بالحارة؟ مظبوط يا ابي بس خلصت. من اليوم رايح شغلك ورزقك ما بتتركه من الصبح للمغرب. ايدك وايد اخوك غير هيك
بتنزل على الخان بتشتغل مثلك مثل أصغر صبي عندي. مفهوم؟ مفهوم يا ري مفهوم. روح للشغلات. أمرك يا ري. الله يديمك فوق راسهم أخي. كنت مفكرتك تارك له الحبل على الغارة. أهلين 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 أخي. شرف عود. أنا رايح استعوي البضاعة. تيسير؟ بسم الله الرحمن الرحيم. تيسير في؟ ايه. لك في؟ هلا بيجي ابوك بلا ما يلاقيك نايم. يلا فات فات لك في؟ ايه. يلا صحصح وفيق وروح على شغلك يلا. ايه ايه يلا. عرفتي؟ نعم. بالله عليك مين اللي خبره لأبي عن سهراتي برات البيت؟ وانا شو بيعرفني؟ السؤال يلي قال له على خناقاتك. انا هذا اللي مجنني. شو تيسير باشا؟ ان شاء الله مفكر انه ابوك الزعيم ما بيعرف عنك شي. والله يا عمتي انا هيك كنت مفكر، وبيني وبينك كنت اخذ على خاطري كتير. يعني بحس انه ابي مفارق معه ايش كان انا سهرت، ايش كان فقت بكير، ايش كان رحت على المحل. لك يا عمتي يا حبيبي طلع الشعر على لساني وانا اهدي فيه. انا ما عم بحكي عنك عمتي. انا الله معوضني عن امي فيكي وبخالتي ام حسن. الله يخلينا اياكم بجاه الحبيب محمد. ان شاء الله بتقبرني. لكن شو يلي مزعلك؟ هات لشوف. ابي عمتي ابي يعني بحس هيك كانه انا بالنسبه له اخر همه. لا عمتي ما حذرت. ابوك الزعيم ما كان يحكي معك لانه بيعرفك رجال ابن رجال. يلا تقبرني. يلا قوم صحصح لحتى الا لامينه تساوي لك فطور محرس. يلا. ما بتحلوا مشكلتكم مع الطنبرجيه؟ انا ما عاد جيب شيء. بس هيك بتعطلني لك ابو زهير. خليه بسلامته يحل لك مشكلتك. السلام عليكم. جابوا سيد تيسير. ايه بجاوبه اخي بجاوبه، وبحمل لك اياهم براسي كمان، ولا تخلي ابن مرة يعلم على حارتنا ويتطاول عليها. مو على اساس حارات واخوه واولاد عم، وبتكون تعملوا مثل الحارات الثانيه وتنصبوا زعيم على الكل. هي حاجات الذكر. راسولاب ليش ليخرس اخي؟ ليش ليخرس؟ مشان تمرجي قليل الاصل بيتحكم بالعباد. هذا ما تكون ارواحنا بين ايديه شو بيساوي فينا لكان؟ لعب على هالزغبه. ايه والله حترنا تحت رحمه مين بدنا نعه؟ لك ما فشل حدا يحطنا تحت رحمته لك رشيد؟ ما خصباتهم هنن وكل مين بشد على ايدهم ونحن اولاد الطاهره. لي؟ ايه يعني يا بي. ايوه شو يا بي؟ شو هاد؟ جبنا لك البضاعة من عند أبو زهير. وهي الكراشة لمين؟ هي بعتها أبي لأهل السوق بدون أجرة. يعني التحميل اليوم على حساب أبي الزعيم؟ لك شفت؟ شفت جدك الزعيم قديش هو غضاي؟ جدي شو دخله يا أبي؟ لك شو دخله؟ مو جدك زعيم الحارة؟ إيه وإيش كان يا أبي؟ لسه بيقول لي وإيش كان؟ الزعيم بالفعل مو بالفشخرة والمنظرة. واللي بده يعمل جمال بده يعلي باب داره. نزلوا البضاعة لشوف، ودوروا بالكراجة على كل تجار السوق، وقولوا لهم اليوم التحميل على حساب الزعيم بداخل جيرون من حر ماله. نزلوا أبي نزلوا. أيوة أبو الشام. أيوة أخي. أيوة يا كبيرنا. يلا يا شباب يلا الله يعطيكم العافية. انا جاركم براس الحارة. ايه وشو جابك من راس الحارة لعنا لهون؟ سيدي اليوم ضحينا واستبعدنا لكم بفخد. العفو. السلام عليكم. وعليكم اليوم السلام. لحتى ضحيتوا؟ ايه سيدي اليوم نحن بعيد اضحى ما كنا هون. جايب لك معي ثلاث فخاد بدك اياهم ولا لا؟ بلهم بلا شو ما بدي اياه هون. الله كتر خير. او الشام ليش ما بتروح الدكان؟ اخي ما بدي اروح الدكان عدخ ومرائي. العفو. امشي امشي بدي اياك بشغلي. شغلة شو؟ لا تقل لي بدك ياني غني لك يا ام العباية. لا بدي اياك شغله ضروريه. امشي معي لشوف. يلا لك اتكل حتى بدل وعيي. العفو. لا تعوقها. لا ناطرك هون. شرف تفضل. شمستك عاليه شكري. ما حدا يحاكيني. ها عم تقتل مع دبانش. انا مشام افتح لشوف. افتح لي. ما معي مفتاح. شو هذا المفتاح؟ شو طحته على الاسطيح؟ ليش شطحته؟ من تحت راس حضرتك. شو نسيت شو عملت له لاقول عقيد حاله الطنابر؟ رحت لبست له الجدار على ظهره؟ لانه بيستاهل. لقي ما اختلفنا، بس انا ما لي ريان خنايه، بدني مزرق من هداك اليوم، يوم اللي اخذتك على العرس. ها
مقهور. الجنازة منيح هيك؟ العفو، من يوم اللي أخذتك معي على الجنازة وقلبت لهم ياها عرس. طهور عفريت، العفو، من شان الله، من شان الأولياء والأنبياء حل عني. شو يعني؟ ما عاد بدك رفقتي لك شكري؟ بس بالمناسبات والأعياد والولائم. افتح بدي اشدقني، اليوم معزوم على حفلة مرتبة، جايين جماعة من حلب، مغنى وطرب على كيفك وشغلات ثانية تقيلة كمان. بدك تفتح تقش لي دقني لما اروح لعند السروال احلى عنده، حاكم مستعجل بده يروح على الحفلة. ها بس ما معي مفتاح. روح لك نكروش دبر لنا شاكوش او قدون، خلينا نخلع القفل ونفوت نفتح الباب. لك شو شاكوش وقدون؟ يا كريم يمكن لك معي مفتاح ثاني. ابو شام لك عندي قنينة عطر على كيف كيفك، معتة أو حمر. هلأ منرشش منها ومنروح على الحفلة. شري لكو ساوية تو يا أولاد الحرام، لك يا أبيان يا أهل النخبة، أفحجوم لك، أفحجوم لك، أفحجوم هلأ 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 أبو عدنان لعند الحكيم. إن شاء الله ما تلزى كثير. بس إيدي زعيم. يا أبي أبو عدنان هو اللي ضف الحريق. مين؟ أنا اللي لبست أخوك جلال، جاري لبسك كفنك. يستر عرضك، أنا ما دخلني. صلاحك أنت، بكرة بدي يرجع الطغاري على حارة القناية ويرجع الشغل مثل ما كان وأحسن، وإلا راسك ما بيكفيني، عم تفهم؟ يستر عرضك. شوف أنا ماشي هلا، إذا كان بيخطر ببالك بس تلتفت لورا، البواردية اللي معي بدي فجروا راسك. رح أكتفي هالمرة بعلامة صغيرة. رشيدو جيت والله جابك. ايه سيدي هات لنشوف شو بدنا نسوي اليوم نحنا. هلا فوت وعود شوي لبين ما نطلع المستودع، شو بدي هالكم توبق ماش، لانه ابي صار له حصه عم يستناني هنيك، واخي حمدي لهلا ما كان يجي. فوت لقلك. لك شو عم تحكي، انا شو بدي اقعد اسوي؟ هو لك عود عود، ما تعمل شي، فوت عود بس. يلا سلام. يعطيك العافيه. اهلين اختي اهلين. والله ممكن ترجيني هذا التوب اللي فوق؟ هلا بيجي اختي. مينو ها؟ اللي بدي أرجيك التوب. ليش ما تأرجيني يا أنت؟ والله أنا ما بعرف، ما شو بعرفني. شو أنت شغيل جديد هون؟ آه. إيه شغيل جديد إيه. إيه ما بدك كتير مفهومية. نزل التوب افرده خليني أشوفه. يلا تكي وبيجي المعلم. شو يا مو؟ لقيت شي عجبك؟ المعلم ماله هون، وهذا الشغيل الجديد ماله فهمان خمسة من الطمس. امشي يا مو. لا لا وفي هذا الأزعر اللي كان عم يلحقنا قبل شوي لساته واقف برا يبلي بقتله. يو مرحبا شباب. أهلين سهلين. بدنا نحكي كلمتين على رواق جوا. اللي شرف نحكي لنا كلمتين هيك على رواق. ليش ما بنحكي هون يعني؟ شرف معي فكر مال الشوارع. شرف شرف شرف
تيسروا يا ما بعد اذنكم. مورا ضلك عم تبطس على حالي ولا اكل لو ايدك بدك تعرف ما عندك لا بدك ما عندك حد بدك لا ما في شرط لك هل هو قاضي عليك انا ما عندك وانت ان شاء الله ميت صحه حبيبي اياك يا ابو العز ايوب العز لك اهلين بي ابو الشام اهلين بربك شو من وين لوين والله شوفت عينك من هون لهو شايف طاولات وكراسي وقلب قهوه العادي من فضلك خيرك شغله صغيره على الضيقه هيك على قدي والله انك ابو ضايب بتستاهل كل خير وبتعرف تاخذها من تم السبع اصيل يا ابو الشام عود خليني شربك شاي لا خليني لحق شكري قبل ما يمز لحقوا لحقوا شو شكركار لوين يا مفيد في عندي مشوار اعلي اعلي قلت لي ان شاء الله بالهنا عرس يعني لا موتي موتي تمساي هيك ولابس ومرستق امورك وروايح القطره بتفوح منك كل الحاره ايه هو الميت اللي عنا ثقيل بالعيله ايوه يعني ايش كان الميت فقير كنت رحت لعنده ريحتك زيت كاز وحموضه يا علينا اخي عم اقول لك مشوار قاعدي شو بدك مني اختصر يعني هلا ايش كان انت رحت لهنيك وحدا قدحك قتلي ومسح فيك الارض مثل العاده مين بده يفزع لك اخي انا تركني لحالي بدبر حالي العفا ايه مثل ما بدك تصطفيل الله معك ان شاء الله هيك يا ابو العز ما بتوفق كل واحد كذاب وبيقلب العزل طهور ابو الشام خلاص امشي معي بس بشرط اخي انا ما بدي اروح مين لك بدي اروح اخي سحبنا الشرط امشي بس اخي ما بحب التماسي انا مو تمسايك مو تمساي معناتك انت عم تكذب علي لا هو يعني مشوارين واحد تمساي وواحد عرس انت بعدك على العرس يوم هلا بيطلع طهور لا مو طهور ومو عرس ومو عرس ايدي على راسك لوين رايح لك هو واحد كانت مدوحسي اصبعته عطيته دواء طابت عمل حفله صابع يعني وين العود تبعه هن الجماعه بعثوا لي خبر قالوا لي لا جيب معك شيء امرست ايين كل شيء ها ومجهزين على 24 بس تعال وشو محضر لهم الجماعه لولو بلولو شلت حبيبي طالب من الله الحلو نصيبي يا خيلي وشو بدك مني تسأل عني ليه أمر الله وحكم يا لولو أمر الله وحكم شو موقعك يا قلب بحبالهم وشراك هذا الذي أنحنك سقم الهوى وشراك يا بك صاحب أصيلا ما يبع وشره على وشراك من بحر جوده وناله بالوصال يجوب عنهم تنحيت ونيران الصدود يجوب قوم أخي قوم تيسير قوم أخي قوم قوم خير أخي شوف هي صباح الخير أخي. صباح النور خير ما في شي ما في شي الله يرضى عليك أخي بدي إياك توصيلي على كم شقفة أغباني بدي مرتي تاخدهم معها على طرابلس ليش أخي بدك تروح تخطب لها لك ست بوزك إذا أنت ما بدك خليها تروح تخطب لي إلي زي أنت اعتمد وأنا براسي بخليهم يروحوا يخطبوا لك أحلى وحدة بالشام كلها إيه على المشموش إن شاء الله ما قلت لك أخي وبعرفك الله يهديك الله يهديك غيره أخي بدك شي تاني بدي معيتك تمر على بغاجاتي وتجيب لي من عنده كم علبة محلي على كيف كيفك وجب غيره سلامتك خلاص أنا بقيت الغراض أنا بأمنهم وبتقلي ما بدك تخطب لك اي علي وما علي ما تكون مرتك جاي لعندي ومع كل هدول الغراض وانا بيكون عندي 10 بنات لحملها يا هون بدون نقد ايوه هلا هذا اللي طلع معك بتقوم ولا بغسل لك وشك لا 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 ليك لي هاي ما امشحني ها يلا قوم منو هاد اللي عم صفيه لحنا يا حنون اطيب طلع
محمود بدنا اثنين شاي بمليسة. ما عنا شاي. ليش بقى؟ بنهار ما عنا غير فول وحمص واللي منه. والشاي بالمليسة امتى بتقدمه؟ شاي بالمليسة لبعد المغرب. ليش بقى يا حنون؟ لأنه النهار للشغل مو للتنبلي وطق الحنف شرب الشاي. حلو، بدك تعلمنا شغلنا كمان؟ بيعلمك شلون تحكي كمان. رو بالرو، اليوم ترتيبنا ترتيب زعران. اسمع يا بي، ليفت الراسي هيك تكي، ارجع لهون بعيوني ما اشوف حدا منكم، يا ما بكملوا طريقكم بتنبر ابن نظمي. ما هيك ابن نظمي؟ تنبر اسلو، الطنبر فاضي وعندي محل لجوزين ثلاثة زعران إذا بدك. كفو ابن نظمي كفو. كمالك عطلك يا بابا. هاي شعني لحب دير وشي. ياما هدول الغراض اللي وصاني عليهم اخي حسن. يحطهم بيدك هون يستمروا. جميلة، اجا تيسير جايب الغراض اللي بعته جوزك. يسلموا ايديك سلفي. انزلي مرتاحي فرديهم شوفيهم. مش كان ناقصك شي مشان روح جيب لك اياهم. يو هذا هو، وحياة ربي هذا صوته. مينو ها؟ الشاب اللي بيشتغل عند ابو حمدي. انو شاب؟ يو لامو، تتذكر الشاب اللي لحقني بالسوق واجا واحد وضربه؟ ايه هذا هو. ارجيني. اي والله، شو هالصدفة؟ ايه هدول هن. يسلموا ايديك. الله يسلمك. عاد تقبرني، عاد اشرب لك كاسة توت شامي. ان شاء الله دايما يا مو، ديروا على شغلي. بدك شي؟ عاوز شي امانة ها؟ تقبرني ما لازم شي. الله معك. يسلموا ايديك. الله معك. عليكم السلام. مع السلامة. طاولة. طيب انت شو لون الكنبايات اللي عندي؟ بني محروق. لكن يا اختي شو بدك بالازرق والاحمر والزهر؟ شو اخذ لكان؟ خدي كموني، خضيري فاتح، عسلي، يعني هي الالوان اللي بتلبق. ارجيني. ايه بس مو ارجيكي وبعدين ما تشتري. حاكم انا عرفتك ها، هديك المره نطفتي مرارته وما اشتريتي شيء. يو شو خلقك ضيق، اللي بده يشتغل بهي الاراني بده يكون نفسه طويل وخلقه واسع. هون مو العصرونيه يما المناخليه. معلم تيسير، شو رايك انت تقعد ترتاح وتكمل كاس الشاي تبعك؟ ماشي. ايه اختي شو قلتي؟ ورجيني شيء بيناسب. اهلين اخي ابو حمدي. اهلين اخي. شو وينه حمدي؟ حمدي اخذ بنته وراح الحكيم. ايوه خير. شبهها بنتو؟ يمكن محمرة. محمرة؟ معناته رشيد بتقلها لأمها تعزلها لحالها مشان ما تعدي اخواتها. ايه أمرك يا أبي. ايه اختي شو اعتمدتي؟ ورجيني غيرها. اخي تيسير دير بالك هالمحل الله يرضى عليك. انا رايح لعند ابو زهير جيب مساطر البضاعة جديدة. عود اخي عود، انا بروح. ليش تعرف محله؟ مو هذا نفس الرحلة انا ورشيد جبنا من عنده التواب ديك المرة؟ هو ذاته. ايه خلص ما تقول ما صاروا عندك. ايه الله يهدي بالك. هذا لب خيو هواك راماني. أنت مين؟ أنا؟ أنت ابن حمدي أبو داهر ابن الزعيم. يا ابني أنت طاهر من جواتك،
من نسل طاهر، من بيت طاهر. الله أكبر، الله أكبر، والعزة لله جميعا. الله أكبر. أشهد أن لا إله، وأنا أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله. أمك يا ابني، سبحان الحي الباقي، انتقلت رحمة ربا على صوت أذان الصبح، وانت خلقت على صوت أذان الصبح. مع ذكر الله يا وين صفنا؟ كيف ما تدري؟ هي إرادة رب العالمين تقبرني. ما تدري عن تولدني؟ شو بك اليوم؟ إيش يدي؟ ما تدري عما تولدك؟ يعني أنا المصيبة؟ لا حبيبي لا، شو هالحكي؟ هذا كفر. استغفر ربك، استغفر ربك. رب العالمين راد تموت بها الطريقة. استغفر الله. إيها هيك بدي إياك. ما قلت لي عمامي كيف شغلك؟ الحمد لله. لساته حمدي ابن أخوك عم يضايقك؟ حمدي ولد، صحيح عنده ولاد بس ولد. روح الله يرضى عليك ويكملك بعقلك ويوفقك. لك برو، لك عم اقول لك فوت ارتاح، استنى جوا. والله مو حلوه هي. والله على راسي يا رشيد، هو يقول له بالعريض اخر مني. تيسير ما له وقت محدد. ومين وقال ما له وقت محدد؟ تأذتني يا زلمه. بعدين اخي تيسير. بعدين برو. انا بدي اياك في شغله بيني وبينك. شرف اخي شرف، نحكي جوا. شريف تيسيره، انا رح اقضي مشوار وراجع. ماشي يلا يلا سلام. شريف شريف تفضل. شريف شريف ما بصير. ايه سيدي،
عمي ابو الشام، انت رفيقه لعزه بتمون عليه وكلامك عنده طابه. شو في لك برو؟ شغلت لي بالي احكي. انا اتطوعت بالجيش. شو يعني؟ صرت عسكري؟ ايه، واليوم رايح سلم حالي. ايوه، يعني انت كل شيء عملته كرمال عزه. بس عمي ابو الشام، مشان الله حلبتك برحمه الطاهره ميمتك، ما يدرى عزه بهذا الحكي اللي صار بيني وبينك. بس بدي منك تقله انه اخوك شريف وراح يجي يوم يرفع راسك فيه. بعرضي انا ما شفت رجال مثلك علي. ما علي انك ترفع الراس يا ابراهيم. الله يجبر بخاطرك. قله يطمن امي ويطمن، لا ينشغل بالنا علي. باذن الله ما بطول عليهم. توكل الله ابراهيم، توكل الله. السلام عليكم. مرحبا عزو. علينا بالشام. شو لقيك ما سكرت؟ رح بقوم بسكب لك شاي. عم استنى ابراهيم. هيك لا تبحلق فيني، لا تبحلق فيني. اليوم الصبح اجى لعندي طلب مني اني اخبرك شغلتين. وش كان يعني ضربته ابو الشام؟ قال لي ايش كان؟ ماله اخي صغير وانا كسر رقبته؟ الله وكيلك من امبارح بالليل ما شفته. شو بنا عزو، شو بنا؟ ابراهيم ما جبني سيرة انك ضربته ولا ما ضربته. تك الله يلعن الشيطان، الله يلعن الشيطان. اسمع، بدي لك تطمن عليه انت والوالدة ولا ينشغل بالكم عليه. بإذن الله ما راح يطول. وبقول لك كمان انه هو بحياته ما مشي ممشى عاطل. الله وكيلك انا ما شكيت فيه يا ابو الشام، والله ما شكيت فيه. بس انا خايف عليه ورب العباد خايف عليه. هذا برو الصغير، برو الصغير اللي طول عمره تحت عيني، عيوني ما خفيت عنه تكة. بإيدي هدول يا أبو الشام، بإيدي هدول علمته الكار. كنت أدفع له 500 الكتاب من جيبتي لما كنت صانع، وما رحت لعند شيخ الكار إلا ورجلي على رجله. شايف كل هالطاولات والكراسي؟ كنت ناوي هيك متى ما صاروا قهوة كأيك ما أيفه سلموا ياهن إله، لأنه هو ملسن وابن حلاله بيعرف يشتغل. روق لك عالسروق، أخوك رجال، كل شي سوا عم يساوي مشانك. الله وكيلك شهاني يكون في عندي أخ صغير مثله. أبو الشام، ما قال لك إمتى بدي يرجع؟ خلصنا عزو، قلنا لك ما رح بيطول. لك أنت كي رح أطمن الوالدة وبرجع بشربك أحلى كاستي شاي. يا ام العبايا حلوه عباتك ترررم. لك شو بنا ابو الشام؟ طيب غني لك يا مال الشام. لا لك شو قصتك؟ شو صاير لك انت عن حق ابو الشام؟ ارجيني لشو لك. والله ابو الشام بس مو انت شكركر. انا وسخ شي وسخ؟ ارجيني لشو لك. شو عم تعمل؟ هات لهو. لك بدي اشوفك وسخ ولا لا، بس الصراحة انت مو وسخ. لك انا عم بحكي عن اخلاقي شباب. اخلاقك معي لما مع الناس بتحكي ولا فكوا لحنكك؟ ها شوف، ها الناس بتقول عنك زينة القبضايات ذهب. ايه ابو الشام، ما سألتني عن شو؟ عن رأيي فيك. لانه ما بيعنيني واخر همي. العفا، شو صاير له هذا؟ يا ام العبايا شو عرضت وحشني؟ تقعد تهتم معي. خلص خلص، انا سامحك بشت واحد باخذ منك بشت واحد بس. ايه ايه ما تجيبني. كفو على دسار، كفو على دسار. الله يكبك على جهنم ان شاء الله. ولك انا ما بدي تقلع لي دراسي ولا تركب السندار. يا كلب. ولك انا بس بدي تقول لي مين اللي ضربني وحط لي الجلال وراك. خلص انت عم تشيل الجلال، خلص حط لك اثنين بداله. ولك انت منين طلعت لي وراك؟ انا بدك خليه. ايه اليوم يا بي؟ ليش شو في؟ اليوم بدهم يجوا جماعه لعنا على البيت مشان يقروا فاتحه بنت اخوك ساميه. ان شاء الله الف مبروك وعبال عند رشيد. الله يبارك فيك. عبال عندك ابو الشام؟ لا اخي انا بضل عزابي. هلا المهم اليوم بعد العشاء بتكونوا عندي. وانا شو بدي اجي ساوي بين الكباري والخطابي؟ اخي ابوك هيك بده. بتكون انت حركته علي. لا والله، هو قال لي بلغ كل اخواتك يجوا. السلام عليكم. اهلين اهلين ابو جوري، شرفت. اهلا وسهلا.
اهلا وسهلا. شو عيد لك اليوم ابو حمدي؟ مثل الجمعه الماضيه يا بيه. مو على عيني اخي، نحن بهي النفده بنكون خالصين من دامسكو. لا ابو حمدي، لسا في نفده تانية. شلون؟ ليك ها اخر نفده خمسه تواب دامسكو وتوبين صايد. اوه، ومين استلمها؟ الشاب اللي قاعد جنبها. انت استلمت منه البضاعه؟ شو؟ امتى؟ من ثلاث ايام. انت جبت بضاعة وانا استلمتها؟ ايه، انت وجيت واخذتها من المستودع كمان. انا؟ انت شو نسيت لما شفتها؟ سدمك يا شرمك، شو بدك تحكي انت؟ خلصنا بيصير، خلصنا بقى. بتكون مستلمها وشربان لك كاسين ونسيان وين ودرتها؟ ولك؟ حلقك وخلاصها؟ تعال هنا. لك شو بدك منه؟ بده يلي يتاخذ منه البضاعة. حقه يا ابي حقه، مو شايفه كيف هيك عم بيعمل؟ لك خلاص خلاص. ابو زهير رح تبلينا ببلا، قل له امتى اخذ منك البضاعة؟ لما شفتك بالسوق قلت لك اذا رايح على المحل خذ من ابو حمدي البضاعة. ايه، وبعثت صانعي معك مشان يسلمك اياها بالمستودع. وصانعك ما لها تنظر يحمله الان، بعث اياهم بعدين. صانعي ما قال لي هيك. ايوه طلعي، ما في اصل. طلع برا المحل. شو؟ اطلع عم بقول لك اطلع. اسمع، هذا المحل ما بدي اشوفه في نوبه عليك بلا اصل. اطلع يا ري. خلص خلص وركل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. جهز حالك تعال عندي. سلام عمتي، روح جهز حالك واخذ الشيطان. عن خط ماني رايح على محل أغباني، ما عاد لي رجعة. حدا أخو مرأي شي؟ لكان بشو بدك تشتغل؟ بالعفاريت، بالقرود السود. ها شحوا لحقني لهون. مين وقت؟ أخي أبو حمدي، عمتي أنا لا عاد بشتغل معه، لا هو ولا ابنه حمدي. ها الله يرضى عليك يا تيسير، لا تقلب هالفرحة العزة. فوت على أوطك واخذ الشيطان. أخ أخ، لو لخطت بنته لكن تعملت اللي ما العمل. بس معليش أنا بدبره. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. مساء الخير عمتي. أهلين بالكبير. شو بده يصير؟ شو بدك فيه؟ ما بكفي اللي عملته فيه أنت وابنك؟ كمان جاي لهون مشان تكمل عليه؟ عمتي أنا ما دخلني سوء تفاهم بينه وبين التاجر. ها؟ سوء تفاهم بينه وبين التاجر، وبينه وبين ابنك شو في؟ سوء أدب ولا سوء تربية؟ عمتي أنا الله وكيلك ما دخلني بالموضوع كلياته. الخلاف كان بينه وبين التاجر، وأنا قلعته للتاجر وقلت له لا تجي لعنا على محل بنوب، وابني قتلته. وهي هي المصيبة الكبيرة. أني مصيبة؟ إنه ابنك ما عم يستوعب ويعترف إنه المحل إلكن أنتوا الاثنين، وعم يعاملوا لهلأ كأنه أجير عنده. الله يسامحك عمتي. روح تيسر على بيتك، اليوم في عندكم فرحة بلا ما تنقلب على راس البنت. داغي. أمرك عمتي. إذا قبل تيسير يرجع لعندكم بيقعد بالصدر بقفل المكتب والكل بيناديله المعلم تيسير. أخي تيسير كل عمره محله بالصدر، وإذا بتحبي بقلع أولادي لبرا. أمرك عمتي. لا بي أنا اللي قولك اخراس وسن حلقك اخراس. أصلاً ما حدا منكد يعيش فيه غير لعمنتك مع عمك. لك يخرب بيتك، يخرب بيتك أم كأنه شوكة بحلقك. يعني إن شاء الله صدقت حكي أبو زهير. لا بسنت حلقك بعرفها، أنا غشيم عنك والله، واللي اسمه الله. لو مو جاييني ناس قرب لحتى دمسح فيك المزابل وطلب البيت عليك، روه من وشي. لك روه تعال هون، بقى تعال هون. اسمع كلمة ورد غطاها، بدنا نصغر القصة. من بكرة بتقول له المعلم تيسير، وشو ما بيقول لك بتقول له حاضر سيدي، وبتجيب له كاسة الشاي لعن صر مايته. عم تفهم؟ عجبك بتفز على الشغل، ما عجبك بتقول لك زلمة الشغل فيها. نلع نلع. شو بدك؟ شو دخلك؟ مو شغلك روحي. عم بقى
ناقصنا الا ابو راس مطخي يعمل معلمية على ابني يتشبه لبابوشته. شو عملت بربري؟ شو عملت بربري؟ احكي احكي. ما تستلبسني هلا يا ابو حمدي الله يخليك. رقيه اسمع كلمتي، صرية احسن ما تربق الفرح على راسكم. ها بقلب لكم يا العزب. ماشي اخي والله بهدلته وقلعته وقلت له هالمحل الك وابنياه، واذا بدك بجيبه براسه براسه يجي يستعذر منك. ايه بس روي. ما بدي روي ابو الشام روي. والله لهلا ما حدا رضي يفطر، جبت لكم مغاجة بلحمة وبقشطة ومناسبة خطبة سامية. مو بتحبها لسامية بنتي؟ يا خلاص كرماله قوم. يلا اخي قايم يلا. اهلين سالين خانم. اهلين الله يعافيك يا اختي. الله يوفقك. بدي ثلاث اضرع ساتان احمر. تكرم عينك خانم، ما تقولي غير صاروا جاهزين. معلي اشرب مي. تفضلي اختي حسابك. تفضل عندي هاللونين فاتح وغامق. لا هذا ما يا ما بدك شي غيره؟ لا يا ما تفضلي خانم. صلي بيك. معوضين. يعطيكم العافية. مع السلامة. حنوني شو دخلك بهالقصة؟ لك عم مشان شو عم تأرجيني اياها؟ شو عم تقلي هي لايش؟ لك هي محرمة بيشتريها واحد عشقان هويان هيمان وبيبعتها هدية للي بيحبه ليوصل فيها رسالة. ايوه وشو بيكون عم يقول له فيها؟ بيكون عم بيقول له انا وقعت والهوى رماني وهي محرمتي من شان ما تنساني. ايوه هلا فهمت. سيد راسي معلمي كبيرنا زعيمي مو مرة قلت لي يا ريت نلاقي تنتين اخوات ونصير عدايل انا وانتي؟ الحمد والشكر لله اني ما لقيت. ليش بقى؟ اخي انا نقوزي وخلقي براس مناخيري، يعني يمكن احردها على الطالعة والنازلة، بيناسبك هالشي؟ شو هالحكي؟ على الطالعة والنازلة بدك تحردها؟ لا ما بيناسبني. ايه خلص معناتها بلا لك اياها، ما لك مصلحة. بعدين اختها كتعة وعورة وما لسنان لك مصلحة. العمى كتعة وعورة وما لسنان دخلك قدرانة تمشي لسا؟ شوف يعني ايش كان بناسبك انا ما عندي مانع، بس هي بس عندها سبع اولاد. اللي عديل رجعونا الذهبات عمي بطلنا. دخلك قديش عمرها؟ ها يا عمك تيسير. مرحبا عمي شلونك شكري؟ السلام عليكم. عليكم السلام. عليك سيد المعلمين والله. يا عمي شكري شو خير؟ حدا جازك صايب لك شيء؟ السلام عليكم. وعليكم السلام. لا اخي انا ليش حتى يكون حدا عاجني او شيء؟ لا بس انا شكري كان عاوزني بشغلي اخي. ايه انا عاوزه بشغلي. لا تاخر على اهلك الله يرضى عليك. يلا امشي ابي. يا ابي انا بعيان شوي لانه بدي خفف دقني. ما لا طويله. اخي كمان شكري عاوزه لرشيد بشغلي. ايه انا كمان عاوزه لرشيد بشغلي. شايفك عاوز الحارة كلياتها. شو بدنا نعمل ابو حمدي يعني؟ وبيت محتالين. لا تاخروا يا ابي. يلا سلام عليكم. الله معك اخي. السلام. ابعث لك حمى انت وياه. شو عاوزكم انا؟ شلون شو عاوزنا؟ بدك تعزلنا على سودا ونخاعات انا ورشيد؟ العفا يا حرام ظلموا خراش. امرك ابو العوف خراش. بقول لك يا ابو شوق اسمع بالله فوز فوز
و600 طز من هيك نمر. الرجال بفعالها مو بواتها وتلطاياتها ابساكو. لو بدنا نخاف من الضفادع ما اخذنا بنهوره. انا ابو الشام ابن الطاهره واللي بده ياني شحني بيرع. بس يا ابو الشام يعني ايش كان اجى لعندي هذا مره ثانيه بدي اقول ادرسه وسالني على القبضات وسكرتي وين بعده شو قول له؟ انت لا عاد تقلع له ولا بتلبك حالك بشي. قل له شباب الحاره عم يستنوك بالقهوه، ايمت ما بدك تجي قل لي لاجمع لك اياهم قلم قايم، بتجي بتخلص عليهم بتمشي. بس يا ابو الشام هذا خص نص بده ياني لبسه الجدار. خلاص قل له وصلت. هذا اول واحد بتخلص عليه وبعدين تلتفت لغيره. سلام. ابشام ابشام هو يلا بدك تاكل شوي عند عزو. ما بدك تقطيس لتعتك ابساكو. هو عليك شو مسخر يا ابشام. صح شو مشان زعيم الزعماء؟ وشوي يا ابساكو حزيرة؟ لا حزيرة ولا شيء ابشام. انا هلا بدي اعمل اجتماع للزعماء ويحطوا واحد زعيم بيناتهم. اي دريت بهيك شيء مزبوط. انا ما خبروني، معقول هذا الحكي؟ كل حال انت بيعطي الخبر انا ما بعرف شيء. انا ما خبروني؟ الله وكيلك. بتعرف مني منك شو بساوي؟ ما بروح على هذا الاجتماع تبع الزعمة كله، خليه يجتمعوا لحالهم. وانت انت ما روح على الاجتماع وخليه يجتمعوا لحالهم. بري عليك. سلام. سلام. هذا رايح ياكل فول عند ابو العز. تكي تكي ابشام عاوزك. ريح لك راسي شاي اكرك عجم لاحلى ابو الشام على حساب شكري. او حياة عيونك ما راح تشوف المتليك. لنشوف. راسي عزوز. صح ابو الشام. ليش كرهاني لك شكركار؟ هيك شو اللي مزعلك بلا زغرة؟ كبران علي. كبرك وحدة تسهل أمرك، شحني قاعد مع بيلا. ما عاد شفتك بقلب النهار. لأني بالشغل. وما عاد أخذتني لعند أم العباية. كتبنا حبيبي، قلنا لك كتبت. العفا، من شفت منديل طبست؟ إن شاء الله بتطبس بطابوسة ما بتطلع منها، ليش أنا بعرفها بنت مين ولا هي مين؟ طيب شو رأيك؟ أعزمك بكرة تروح معي على العرس. لك قلنا لك كتبنا، شو ما بتسمع أنت؟ توبة بإذن الله مقبولة. بعدين بكرة عندي جمعة الزعامات وما فيني أتحرك. ها ها وصلنا للمفيد. وأنا كيف ما بدرى أنه في جمعة للزعامات وأنه بده يصير زعيم للزعماء وأبو ساكو بيدرى قبل مني. شلون؟ العفا. اسألوا. لمين؟ لعب ساكو؟ لا لأبو داغير. ولي نام عالسيري نام. شوفي اجا قسام وما بدنا اياه يسمعنا عم نحكي بشغلات كبيره. السلام عليكم يا رجال. وعليكم السلام. مرحبا عم ابو الشام. علي عمي قسام. عزو معي عيونك كاس شاي. وصلت لعيونك. بسم الله. شو يا قسام؟ نحن من وشك ما عم نشوف الخير لحتى نشوفها من افاك. شكري اخذ الشيطان وخليني اشرب كاس الشاي على رواق. شو بكون انت جو؟ شو بيعرفني؟ اساله. شو بنا قسام؟ والله بعرفك قبضاي ورايق. محسوب شواربك عم يا ابو الشام، بس في ناس لسانهم طويل وبده برد. شي عندي وعم يحكوا كتير وبدهم جرامه. عفا شواربي. خلاص عمي وصلني حقي. قوم لكان تعال قوم هات كرسيك تقعد هون. قوم. حاضر. شو صار بالشاي تبع قسام لك عزو؟ وصلت صارت عنا يا بي. شريف بصحة وانا قسام. عيونه مناخيره. لا اله الا الله بلشت خلاص. صافي يا لبن. صافي يا لبن. ايه علي الطلاق ما بتشرب شفه من كاس الشاي قبل ما اخذك على الدكان اعمل لك قشه حلوان الصبحه. هلا لك. ايه هلا لك. خليها لبكره. عم اقول لك حلفنا بالطلاق شري. عجبك عمي ابو الشام؟ لك ليتني ما اجيت لهون، يا ريت انكسرت اجري قبل ما اجي لهون. ايه علي الطلاق بدك تقوم معي واعمل لك الف طلاق رجعك فيها عريس على قولة ابو عبد الجليلاتي. لك شكري. قسام. عيونه شفتيره. لا اله الا الله. مرحبا يا رجال. اهلين. اهلين ابو الشام. يسعد لي اوقاتك. اجيت بوقتك عمي. امرني عزو. عاملين لميه لابن الحاره واي عبدي ابدا نفرجوه. اي على راسي. يا عيني على الاصيل. لك شفتوا اولاد البلد؟ هي كل شيء معي اخي. اي لك. يا عيني عليك يا ابو الشام. مو مثل اللي عندي هون، واحد لما سمع بسيره المصاري سرقال والثاني سحبته من ايده سحبهم كاني عم سحب له روحه. روقنا عزو روقنا. خليني وصلهم للمختار. السلام عليكم. عليكم السلام. انا ابساكو. شرف ابو الشام. شرف. شرف عاوزك موضوع. صلوا على النبي يا اخوان. يقول الله تعالى في كتابه العزيز: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. واذكروا نعمة الله عليكم
إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. صدق الله العظيم. يا أخوان، يا أحبائنا، ويا أهلنا، يا زعمائنا، نحن مجتمعين اليوم لحتى نتشاور بأمر بهم كل الحارات، وهو تنصيب زعيم لكل الحارات، ونكون نحن معه إيد واحدة وكلمة واحدة، مثل ما قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. صدق الله العظيم. يا أخوان، الزعامة صعبة لأن أمانة. الزعامة ما هي هوبرة وحكي فاضي، لا، الزعامة هي مسؤولية ومحبة، وبدون هالمحبة هي ما بصير. السيد المسيح أوصانا بالمحبة عليه السلام. الزعيم يا شباب هو اللي بيقدر يحب الناس والناس تحبه وتهابه وما تخاف منه، لأنه هو بيرق للحق وما بيعرف الظلم، وما تخافوا منه لأنه ظالم. بعد أمركم يا رجال اللي عندكم طلب. مور زعيم، بدي من كل زعامات الحارات يلكوا ايدهم بتراب الشام، يزعوا فيها رقابكم، يلي بده يتولى امرنا ويصير زعيم علينا لازم يعرف شو معلق برقبته، يسأل حاله ويسأل اهله وناسه اذا كان قادر انه يحكم بالحق ويحصل حقوق الناس، يقول انا قدر. صدقت يا ولد، ولولا خوفي من اني خالف اوامر رب العالمين بامرهم شورى بينهم لقلت. شبنا يا شو عم تدور يا زلمه؟ لا استنى شو شبنا؟ شو اجى حدا؟ شو يعني اجى حدا؟ شو يعني زباين؟ ايه اجت زبونة. هي وامها؟ لا لحالها. ايه شو اخدي؟ يا سيدي وصلتني على دواء سعلي. لك والله انا خلاص، لك احكي لي. انت شو بدك تاخذ يعني؟ انت صاير لك شيء؟ اخ بس اخ. قلت لكم انا ما خرجي اشتغل هون، ما طاوعتوني. يا سيدي صار لي بشتغل بهالسوق من صغري، لا حدا التكشني ولا حدا شالني من ارضي. ياك يا عمي لكان، انت نجمك محبوب ما شاء الله يغزل العين. جاي لك رشيد، جاي الله وكيلك. مين؟ السلام عليكم يا بنتي. وعليكم السلام، مين انتي؟ انا عمتك الخانم. عمتي الخانم؟ يا ميت اهلا وسهلا. روح على الدكان وبعد ساعتين تاخذنا. امرك عمتي امرك. ايه وشام، ايه وشام، شكريا يا وشام. لك دخيله اللي خلقك، انا ما احلى لك دخيل ربك، انا لك شكري. لك شو صار لك؟ غني لي والله، تغني لي. هلا وين تغني لك؟ هلا في بيني جاي زبون. والله تغني بعدين بتغني لي. لك بعدين غني لك. تعال هات انا بحلق له. لك شو تحلق له؟ ما تحلق له، فوت هلا. العفا. أنا تيسير. مين تيسير؟ أنا ابن أخوه للخانم وأخوه لصهرك الحسن، وجاي بدي أخذهم. تكي إذا بتريد. أنا البنفسج، أنا المصبوغ بالنيلي، عالغزال اللي شرد اللي كان قاعد مقابيلي. كسرتني يا دهر، كسرتني يا دهر كسر الفناجيني، وبعد ما كسرتني جاي تغني لي؟ ولي على بدني، حنوني حنوني، كمل كمل. خلصي لك
يا شو خلصت ابو الشام؟ كرمال الغوالي خلصنا شكري نفقت ابو الشام. طيب كرمال الجماعه ايش كان هيك زنقتني؟ اسمع هي قال نار على نار جوات الضماير نار والقلب على القلب والقلبين عم يشعلوا نار ناديت يا خلتي حاجة تحطوا نار أنا السجيع بخطف من جهنم نار نار جاني حبيبي أبو الحلقة والكاتب يكتب بالورقة قلبك قاسي وما له شفقة روح يا عزول وبعد عني شلون ما في شي؟ ولما رجعت كنت مثل البارود الهابب ووقعت لي زريعتي بالبحر. وهلا هديت. متخانق انت وابن اخوك حمدي؟ ومن هو اللي حتتخانق انا وياه؟ ايه خلص روق روق وبعدين بنحكي. كلمه ورا غطاها عمتي. يا انا يا هو بالمحل. لا والله انت، لانه هالمحل فاتحه ابوك الك ولاخوك مو لاخوك واولاده. معناتها خلصت. خديها من قصير عمتي وفهمي لأبي هذا الحكي الله يوفقك ولا تحرجوني أحكي أحسن ما إيمة يامت العائلة. ها شو عم تقولي عميات؟ اي والله يا عمتي عميات. شو لك مين هاي العميات؟ بنت لك مين هاي؟ بنت أخوك سامية. عمي سامية وشلون صارت القصة؟ شلون؟ والله ما بعرف يا عمتي، ما فهمت شيء. أنا غوطنت ولبكت الجماعة فيني، شيء إنه فقت وقالت ما عاد اتصلت ولا عاد شفت مدري شو صار لي يا عمي ويا قلبي. وأنا عم أقول أبوك من امبارح ما فتح تمه بكلمة، أنا عم أقول لحالي في شيء. أرجع شو؟ لكن يا عمتي لكن شغلتك هوينة وما لها طعمة تقبري قلبي. كلها كم يوم بفكوا لك هالأمطار وبترجع تشوفي مثل الأول وأحسن. والله أنا بصلي وبقطع وقت وبعمري ما أزيت حدا وربنا سبحانه وتعالى ما بيأذي حدا، بس هذا كله امتحان لصبري وتعلاية منزلة إليك. الأنبياء والأولياء الصالحين ربنا ابتلاهم مشان ناخدهم عبر إلنا. دخيلك يا رب دخيلك. تعيلي عمتي. علينا عمي مين صاحب نور؟ جبلنا طعم شاي. ما عنا شاي بنهار. ايمتى كان شاي؟ من بعد المغرب. حلو، بعد المغرب اول ما بتبلش فيه بجبلنا طعم شاي. ما بيشتغل عمي. ليش؟ انا قاعد مطرح ناس بدها تاكل. حلو، ونحن بناكل. شو بدك تاكل؟ روح روح جبلنا طعم فول مسبحة وتساعي. خير. صبر الجميل والله المستعان. عمي تعشوف الشوفة. شو هذا دم؟ شو صاير خير؟ والله ما بعرف يا خيي، تركنا حمدي هون ورحنا على البيت مشان الحكيم، رجعت لا لقيت حمدي وشفنا هذا الدم. يا بي يا بي هلا شو بدنا نعمل؟ ما بعرف شو نخبر الدرك شي. طول بالك اخي طول بالك. رشيد بتروح بتقطع لبيت حمار وانا بفتري عليه لك رحلات الشام وان شاء الله ما بنرجع الا هو معنا. ماشي، وانا رايح على البيت شوفوا اذا جاب غيابي. قلت لنا بمصيبة صرنا بثنتين. شد حيلك رشيد. شبنا ها؟ شد حيلك. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله.
هات لنشوف ابو الفوز. ايه معلمي. وشو مسمي لنا اياه هي كمان؟ هي نواره معلمي. ايه عاشت الاسامي. الله يسلمك. وعليكم السلام ورحمه الله. اهلين اخي. اهلين. اهلين وسهلين تيسير، نورت خانك ومطرحك. الله يخلي لي اياك يا شلونك اخي؟ والله مشتاق لك. طمني كيف بنت اخوك؟ والله ما بعرف، الحكيم عم يقول ان شاء الله خير. ان شاء الله سيدنا ان شاء الله. اخي بدي اسالك، حمدي مرقل عنكم شيء؟ لا والله خير. ما انه مبين لا بالبيت لا بالدكان، واخوك داخل مشغول باله عليه ليكون صاير له شيء. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وين عم بتدور عليه؟ وين ما تاخذني رجلي عم اروح. لا حول ولا قوه الا بالله. خلص اخي تيسر انت، هلا ببعث الشباب يدوروا عليه. ماشي اخي، يلا السلام عليكم. وعليكم السلام. فوزي. مرني معلم. نمر. نور معلمي. ابن اخي حمدي بدي اياه ضروري، عاوزه. وما له موجود لا بالبيت ولا بالدكان، بتروحوا بتغطسوا بتدوروا عليه وما بترجعوا لحتى تعرفوا وينه. امر صار معلم. ما بدي ابن مره يعرف هالشيء. اعوذ بالله يا معلمي بتامر انت. يلا على السريع تيسر. يلا نمر. ابن اخي حمدي شفته شيء؟ لك شبه عم دور عليه. حمدي ضايع. شكري ما يرايق لك بنوبها، مرق من هون من ناحيتك شي ولا لا؟ لا ما مرق ابو الشام ما مرق. معناتها بتنام على السيره وما بتفتح تمك بنوبة، بتفهم؟ امرك ابو الشام. هو سلام الزوف. لك اهلين بالقبضاي. يسرك الزوف. عود ابو الشام، عود خليني شربك احلى كاسه شاي. لا شايته للقبضاي، خليها على حسابنا اليوم. شو تفضلت خالي؟ لك عنا ديني وجايين نرد لك ياها. شو رايكم انا مسامحكم بالديني؟ شنو الدينه كبيره وما رح تقدروا تسدوها. اتجاهل على روحك وقول هالعبيد. حاسبك بكل شيء كسره هو وجماعته. ايه فضل صار معي طول ابو الشام. مرة ثانية لما تسأل حدا عني. بدك كاني تبعت لي خبر لهون لنص حافدي. وأنا بجي لعندك بعز النهار. بس إنه بدي ابو الشام. ترمين. ترمين من هون. بين حمدي؟ ما بين، شو عامل أنت بالساحة لك أخي؟ ما في شيء صغيرة أخي، عركة صغيرة. هلا صغيرة؟ أنا بعتك تدور لي على ابني لما تعمل عركات. خلص أخي قلنا لك صغيرة هلا، المهم شو صار مع حمدي، بين ولا ما بين؟ لا والله لهلا ما بين. لا لقيناه عند بيت حماه ولا حدا شافه من اساس. لا قوة الا بالله. انا مو قارئ انه شالشني الا الدم اللي شفناه. توكل على الله اخي، توكل الله، ان شاء الله بيلتقى ان شاء الله. نمشي لكان نسكر المحل ومنروح مندور عليه. اخي انا بنروح انا ورشيد بنسكره، روح انت على بيتك بركض رجع. ماشي، لا تاخروا. هيك لك فكره يا ابو معك. يلا عم يلا. رشيدو خلينا نمسح الدمات ونخبي المقص، بكره بنفتح مثل الصلاه على النبي وبندور عليه. ايش كان ما لقيناه العشيه بعد بكره بنخبر الدرك. طيب شو بدنا نقول للدرك؟ رجال ضايع؟ شوف عرفني، بركض ماسكينه، بركض نعمل له شي شغله. مساء الخير. مساء النور. الله يعطيكم العافيه. الله يعافيك. شو؟ ليش هلا فرحين؟ خير في شي؟ لا والله ما في شي، بس كنا هيك عم نضب كم غرض وبعدين بنسكر. ماشي، ماشي، الله يعطيكم العافيه. شو ها؟ منين هالدم؟ هذا شو جابوا على مقص؟ غريبة، وما حدا منكم مجروح؟ معناته أكيد صاير شيء، بدكم تفهموه. هلا بدي أفهم. شو الوضع اللي قربنا على غيرك رشيد؟ شو عرفني؟ هلا نحن شو بنساوي؟ شو بدنا نساوي يعني؟ بدنا نتدابر على بعضنا مثل السعديين، نحط البطانية علينا وننام مثل الشباب الطيب. ايه وبعدين؟ بعدين بيجي ابوك بكره الصبح بيطالعنا. ايوه ايوه والله. ابي شو بدي اقول له؟ شو بدي اقول له لمين؟ شلون يعني لمين؟ شو بدي اقول له؟ مش عم نقص الدم. والله معك حق، شو بعرفني؟ المهم يكون حمدي بخير مو صاير له شيء. نام نام نام. هلا الف حلال بكره نام. ما عاد ايش لك الا تعال الا تعال. شلون قد ماما؟ تعال. يا رب. ايه سيدي.
من أولها؟ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لك شو هي اللي من أولها؟ بدكن تحكولي كيف صارت الجريمة وبالتفصيل. جريمة؟ أبو صبري أنت بتعرف نحن أولاد مين ما هيك؟ بعرف، بس مو ضروري الولد يطلع مثل أبوه، وفي كتير عملوا جرائم هن أولاد عالم وناس. إيه بس نحن مو من هدنكم، أنت بتعرف هذا الحكي. اسمعوا لكم، أنا بالقانون ما بفرق بين أخي وبين أوطى واحد بيجي لعندي، الكل عندي متهمين لحتى تبين الحقيقة. ارفعوا لك جريمة لشوف. لا عاد انت خل ما بتمد ايدك علينا، وفي نفس عم يطلع وينزل. بس قد ما بدك حتى تعرف القاسي، بس شيل انك تمد ايدك علينا هذا الشيء ما بصير الا على جسدي وانا ابو الشام ابن الطاهره. والله يا زعيم هذا الشيء اللي شفته بعيني وواجبي حقي. يا ابو صبري وقت اللي بشوف شغلك وبتعمل واجبك كنا بنشد على يدك. وانت ما بترد لي الضرر زعيم، والشيء اللي شفته انه في حدا مضروب بالمقص ودمه سال على الطاولة. مزبوط، منشان هيك لازم حقق. أبو حمدي قل له اللي صار. اللي صار إنه ابني حمدي الله يخلي لك اللي بيشتغل معي بالمحل وهو عم يقص التوب للزبونة بيظهر المقص غدره إيده شوي، قام نزل دم، ونحن عاللوشة والعكرة نسينا نقيم المقص ونمسح الدمات. معناته خلصت. أبو حمدي جيب الشباب وتعال. السلام عليكم. وعليكم السلام والكرام. خير حطلع مع أبوك. اسمح لنا بالشباب من بعد أمرك. على عيني. يا أسعد. عم قلك افتح. يا أبي سألتك بالله ومحمد رسول الله تتركني بحالي. افتح أبي افتح. يعني مشان الله تلبي لي هالطلب، أحسن ما هج وما حدا يعرف ويني. اتركوني مشان الله اتركوني. ماشي أبي ماشي، راح أتركك، بس قلي لك أبي وبرد قلبي، الدم اللي كان على المقص إلك علاقة فيه؟ صاير معك شي يا أبي؟ لا يا أبي طمع. طب انت ليش ما عم تخبره رشيدو؟ لا انا بدي خبره بس ما بعرف يعني. يعطيكم العافية يا ابني. اهلين اختي الله يعافيكي. اهلين اختي الله يعافيكي. تعي يا مشرفي، صرنا فاتين السوق 4 مرات وما كنت تعتمدي على شيء، والله العظيم تحسد رجلي. يا مو حلوه نزلك بكره خصيصا منشان ماشي. بعدين انت عم تقولي دوحسه رجليك، مو دوحسه رجليك وعم تنقع عليك، عم تنقع عليكي. ما يحرم علي اذا بقى انزل معك على السوق مره ثانيه. يا مو عادي افتحي لك شوي. اهلين اهلين خالي، تفضلي تفضلي عادي تفضلي. شرفي يا عم الشوم. عميد اهلين وسهلين. خالي شو رايك هيك بشي كاسه على اسوس باللي قلبك فيها؟ والله يا خالتي اذا بتحط لي كاسه مي تكون كتر خيرك. ايه على عيني. ورجيني هلا ماشي بالله. ايه على عيني اختي على عيني. شرفي يعيش الدنيا فكرك. ايه يا مو شو يا والله شايفك رايح نيفة على الاخر. لك يا ابني اللي خلقك شو بتفهم؟ لك عندي احلى وربات قشطه. لا ما بدي وربات قشطه، جاي على بالي على فستق. يا سيدي على فستق وبندق وجوز ولوز كمان. يا سيدي ما منقول غير الله من عنده يو... بدك شي عمتي؟ ايه تقبر بدلي تشرب معي قهوه عاوزتك. ايه على راسي والله. ايه والله هلا فنجان القهوه معي حقه ذهب. الله وكيلك. عود عود لشوف عود. بدي اسألك سؤال وبدي اياك تجاوبني بصراحة. انت مو بتسأليني عمتي، انت بتأمريني امر. ما يأمر عليك ظالم. شو اخبار المحل؟ والله مو زيادة يا عمي، بضاعة كمال عم تقل والزباين كمان. ايوه وليش ما بتجيبوا بضاعة؟ ايه ما سمعتي اخي ابو حمدي شو قال امبارحة؟ لك انت لامتى بدك تضل هيك؟ لازم الواحد يبلعك الشغلة بالمعلقة لحتى تفهمها.
شو هي عمتي؟ شو هي بدي افهمها؟ انا فهمك ياها، هذا اخوك الظاهر قال لي معه المصاري ومستحي يطلب من ابوك. شو العكي؟ بالله خزيت العين شو نبي لك، هذا المحل محل ولاد الزعيم وما بصير ينحكى عليه بالسوق طالع نازل. شو بتشوري علي يا عمتي؟ بتجيب بضاعة منك وإذا ما كفوا مصاري بتروح لعند أخوك حسن وهو بيعطيك، أكيد بيعطيك. ماشي. أنا بدي شي أخي. علينا باليسر. عدوا لك، عدوا لنساوي لكم الفطور، عدوا. يعطيك العافية عمي. صباح الخير أخي. صباح النور أخي، صباح النور. سبحان مبدل الأحوال، شايفك فايق بكير اليوم. أخي لك لما نبدي دي بسرع لك أخي. والله برحمة جدك تقلي. لك يا أخي مو عيب عليك تحكيني هذا الحكي. شو ديب وقطة وما بعرف شو؟ أنت أخي بتقلي قصتي كيت كيت، روح حلا، روح جبلي يلي بدك يا، مو بتعاملني مثل الغربة؟ مور شو بدك؟ المحل أخي كل ماله عم ينقص بضاعة وأخوك داغير مقصرة معه حكاية المصاري شوي وهو خجلان يحكي، وأنا يعني والله وكيلك ما كثير معي مصاري لحتى. خلص لا تكمل أخي، لا تكمل. شو ما بدك مروق لعندي على الخان وبتاخده. شبك حسن؟ ما بني شي أخي، ما بني شي، بس إذا الله دخيل اسمه بيطعمني ولد بدي إياه يطلع مثل حكايتك ذكرت ونخوجي. معناته بدك تسميه تيسير وعندي أنا اللي بعلمه. شو بدك تعلم لي إياه؟ يم العباية يستر على حريماتك. مين هدول يا أبنين؟ هاي أحلى بضاعة اللي ما في غيرها بالسوق. التيسير شو حامي؟ والله لخلي اللي ما بده يشتري طقلة يتفرج. وأحلى قمايش، أحلى غباني، أحلى حراير وساري. تعال تفرج يا حباب، تعال تفرج. هات هات لك هات. يا عندك والله ما بيجيب الا رجاله. ان شاء الله ما بنحرم من ابو الشام. ان شاء الله ما بنحرم منك يا كبيرنا. هدول زادوا من المصاري اللي اعطتني اياهم، مشي الحال، عدينا المحل وجبنا كل شيء على 24 مستمع بيه. اي عال، ضبهم بعبك تيسير. ما بصير اخي خلص. لك عيب عليك اخي استحي. وين طربوشات يا بي؟ وين طربوش الزعيم؟ كنا ببايكة ابو الدهب. لا تكمل! لك يا باطس! ولك تبلا البلاشين! جيبوا لي زافر! لك انت شو اللي عملته؟ انا ما دخلني. بدك تخلص على ابوك يا صافين. لك روح من خلقتي ما يترصى. صافين ثبت له واتخرب. ابو الدهب، ابو الدهب. حسن خير يا ابني؟ شو في؟ ما عاش بس اللي بده يلمس طربوش ابو داخل.
اللي تقدها فيه. مش خطوه يا بيه؟ لا، هذا دمه في دين جسد خان. نمر، خذوا الحشود دبر بيتكم. أمرك زعيم. اشتري كفنك ولا خليك بظهره لنمر. أمرك أخي. يلا حريك. ماشي، استنوا. ربين خان من كل الأرانب. وينطوا. والله ما يجي الجيش العربي كله ما حيخلصوا من رجالي. الله بحييك علي. جهزوا حالكم بسرعه. لا عيونك ابدا. حركوا. يلا حركوا. يلا حركي. يلا يلا. السلام عليكم. السلام. اهلين اهلين. اهلين اهلين. شفتوا شيء هيك هيك؟ لا لا ما في شيء لحد هلا. صب لنا كاسة شاي معي. علي معلم. علي يا بابا. سترك يا رب. جميل احترقت. شو؟ يا اخي اجي عطوا رئيس المخفر لحتى حقق. انتوا قلتوا له ما بدنا نتضايق على حدا. اخي شو رايك تعطيني من الاخير؟ يعني لو جاي رئيس المخفر ومحقق كان راح كمشوا لظافر وحبسوا وصاروا اهله يجوا يترجونا لحتى نسقط حقنا ونطلعوا. ايوه. وساعتها صافير بيكرت رئيس المخفر كل شيء وبيطلع الملبو. الا ما نلاقي حدا يشهد عليه. هلا انت شو بدك؟ انا عم بحكي بالقانون. القصة بلشت تشط وتمط وراح يروح فيها خلقوا عالم ويصير الدم للركب والجماعة ما راح يهدوا إلا براسه لحسن. والله عليم لما انت توصل القصة. وهي أول البشاير الناس بلشت تحكي والغلال شحت وراح يغلى سعرها. إيوه يعني برأيك نسلمه الرأس حسن؟ لا إله إلا الله. لك والله أنا ما قلت هيك. أخي لا تقول ولا تعيد كلمة ورد غطاها. هي القصة إلى قانون غير قانون. قانون لبضايات المراجل واللي ما بينا معطلين. هذا هو القانون اللي تعلمتوه؟ اي نعم. شرف اخي حسن ما راح نسلمه لو بتحكم امة الله. الله يعوض عليك يا اختي. الله معك. ما في غيره؟ لا والله اختي ما صار فيها غيره. امشي امشي. شباب ما لازم نسكت لهم على اللي سووه بحارتنا لك رشيد. معك حق، بس جدي قال انه ما حدا ياتي بحركه. ليش انا مين مربط لي ايدي غيره؟ بس بتعرف كأنه بردت القصة ما هي؟ لك أنا بردت لك رشيد. أنا بردت هدول غدارين هدول إلا ما يكونوا عم يفكرون بشي تبنجي. هلا طيب ولأيمتى؟ شو بيعرفني أنت؟ القصة كل بال عم تعقل. هلا هن شو بدهم؟ شو بدهم؟ بدهم الراس أخي حسن. عواد ضربت أبونا والذهب. يا لطيف. وبدنا نسلمه؟ شو؟ ما خشي باطون واللي خلق الخلق ورفع الميزان ما بيطولوا شعره من راس حسن وولاد الطهرة عايشين؟ لك على راسي يا كبيرنا. روق فهمني شو بدك. بدنا رجالك عزو. بدنا زلمة تشد معنا. لوين؟ شو بدك ياهم يساووا؟
بدنا نرد على اللي هجموا علينا وعلموا على بيوتنا. الزعيم ما بده يهنن قاتب ولا حركة، بده القصة تهدى مشان ما يصير في دم أكثر من هيك. نتركهم يعلموا علينا ونسكت؟ أبو الشام، نحن علمنا عليهم وهن علموا علينا، والله وكيلك أنت بتعرف. أنا أقول وفعله معك هالموت. هلأ ما لازم نقاتب ولا حركة، الزعيم ما بيفكر مثلي ومثلك. الزعيم بيفكر بأعلى كبير، أعلى زعيم. أنا ما عم بفهم أبي شو بده. ما عم بفهم. بده النفوس تهدى والدم يبرد، بعدين بيجوا أهل الخير بيروقوا القلوب. نحن بدنا منيح لنا مشاكلنا لك هزو؟ نحن بدنا ننام على الضيم؟ الله يحل عسيرها يا رب. يا علي الحلال إذا شعلت ويا رب العالمين ما عاد يطفيها. ما تطفي سيدي، شو بدها تصير يعني؟ ونحن أبدا وزود الزودك أخي. بس والله مو مستاهلة هالفورة اللي فايرة، وبجوز تنحل بالحسنى. بيضلوا أهلنا هدول ودمنا من دمهم، ومو معقول يضلوا معادينا. يا معلمي طب تعال شوف نحو شو صاير فيه. شوفي شو صاير فيه. ما خليتهم ياخذوهم، ما خليتهم. أنا أنا نرجع لها. ليش وقت اللي ناديت لك ما رديت علي؟ ولا ناوي تشتغل من قولك؟ ليه مالك شايف شو عم يسوي فينا يا بني؟ مو ناوي صغار يفوتوا على بيوتنا ويعلموا علينا؟ خلاص يا ولد، مو نحن اللي بتعلم علينا يا بني. لازم نردهم، نكسر لهم راسهم يعني. رد مين وكسر راس مين؟ ولاد ابو الذهب يا بي، هجموا على شغيلنا بدنا نشفطوا رزقنا. طبعا يا بي، لانه راحوا لحقوا لعند ابو كامل على المطحنه. وعم بيقول دحام انه طلعوا له من بين بساتين ارض الوقف وهو رايح على طحنه التوته. السلام عليكم. وعليكم السلام. خير زعيم، شوفي. دخنك شريف ما؟ لك هذا واحد خروق ونص كم حريمي، واللي خلق الخلق لو ما كان ابي قاعد لهرت له اسنانه هر. لك يخرب بيته شو قليل ادب ووقيح. لك شفتوا شو بيقول؟ شفتوا شو بدك كلمته قدامك كله ما استحق؟ ايه انو كلمه يا ابو الشام؟ شي ما انتبهت لما حكى على اخي حسن؟ لا والله ما سمعته، يعني جاب سيره حسن لما قال بده يتمرجل بيدفع ثمن مرجلته، مو يدفع اهل الحاره ثمن طيشه. هذا الحكي كان بيقصد فيه اخي حسن. شبك شي يا علي الحلال، طلعت لك هيك بوش الزعيم وشو ما بيتفسر. اخ لو ابي كف مخي بشي تكي لك انت ورجيته المرجله، وانا بدفعها من كيسي يا سيدي وقتها ويشنقوني. لا تحكي الهم ابو الشام، نحن ما منتركك لحالك. روق روق، هدي لي حالك شوي ابو الشام. على شو قلتك بدها ترسى هلا؟ ترسى مطرح ما ترسى. والطاهره الشام وامي اللي بدي مد ايده على اخي بدي اكسره وحمله اياه. وما بكفيني حارة ابو الذهب كلها من كبيره لصغيره بدال ضفره لحسن. الله معك يا بي. ايه يا بي. سكروا الدكان والحقوني على الخان. خير اخي صاير شي؟ ما في شي، ابوك بده ايانا وانا معكم يا بي. اهلين ابي. اهلين، شرفت. لك اهلين ابدا خير. اهلين بحمدي. والله المحل ما حل بدونك، حفظنا ونصنا بلاك يا رجل. وانا كمان بدون عمي ابو الشام كنت عايش بلا ربح. الله لا يحرمكم من بعض وخلي لي اياكم. الله يرضى عليكم، الله يرضى عليكم. يلا يلا. والحاضر يعلم الغايب. انا ودعاس عبيد الحارات كلها، وزعيمنا ظافر زعيم الحارات بقلكم. ما كل يوم الجمعة بعد صلاة العشاء يا بتقدموا الطاعة بتسلمونا حسن، يا ما استنوا اللي جاي. خير عمي؟ برضا يا علي. صاير شي مع حسن؟ لك كيف حمامتك تقلي؟ أنا قلبي ناقصني وأبوك مكركب، مشان الله بده يصير شي لحسن. والله ولي اسمه الله، روحي فداه لحسن، واللي بده يمس شعره منه بدي اشخطه شخط. صباح الخير عمتي. صباح الخيرات والليرات والذهبات. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هاتي بدك. الله يرضى عليك. شلون صحتك؟ ان شاء الله منيحه. كثير منيحه الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيسير تعال شو بدك؟ انا اي لكان انا
شو نسيان اني انا يلي مربيتك وبعرفك لما بتروح وبتجي وحايص ولايص وبتمك في حكي؟ احكي دغري، شو بدك؟ شو في عبدي؟ تتذكري هذاك اليوم لما وصلتك على بيت اخي حسن؟ يو صلى على هديك الايام. والله برحمه ابوك لا تتمقلسي. بتتذكري؟ لك ايه بتذكر، القصه لساتها تازه من يومين، ما حلي انساها. ايوه انت عيني. تتذكري البنت اللي فتحت لنا الباب؟ ايه بتذكرها. منو هي؟ وان شاء الله طلعت فيها وضل نظرك مأكد عليها. لا 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 لا، هذا الشيء ما صار بنوب، انا بس هيك لمحت لمح. عجبتها؟ لا بس يعني هلأ لا تبسبس، عجبتك ولا ما عجبتك؟ إذا ما عجبتك ليش عم تسأل عنها؟ هيك يعني هيك سؤال. أخطب لك ياها؟ آه أخطب لك ياها. وأنت شو شوري؟ يعني شو بده يكون شوري؟ بنت المختار وإختها لجميلة، أحسن من هيك ما في. إيه مش كان هيك، أنا من إيدك هي لهي. حوطتك بآيات الله، شو مطيع. أمينة جيبي له فنجان للشاب الظريف. لك يا علم مالك شكري شبنا. لك شبنا ابو الشام، شو اول مره بنظبط لك النقره؟ خف ايدك عم اقول لك لشوفها. حاضر قلي لشوف. عن حق اخذي لكم طنبر تليان؟ ايه والله يا شكري، نحن صاير فينا عم ناكل نصواب ونحط على الجرح ملح ونسكوت، مو مشان شي ها، بس لانه عاملين خاطر للجيره والنسب اللي بيناتنا، بس هن اللي ما عم يستحوا لي عم يسوقوا بنوب. وشو مشان اجتماع الزعامات وكباريت الحارة؟ والله اش كان ابي قال لنا نروح بدنا نروح. ولي شلون بدنا نروح؟ خايف لك شكري؟ يا حيف عرجال، مو هيك بعرفك انا ها؟ لك لا انا مالي خايف، بس انا ما بحب المشاكل والخنايق. نعيما ينعم عليك. ينعم علينا والديك. شريف هي احلى كاستين شاي لاحلى اتنين زقر تاوية بالحارة، قلت الا ما يكون نشف ريقكم يا بي. عزوه شو وصلك اليوم شقري؟ يعني مبين علي؟ لك اضحكتك لورا اذنك، وهي تاني مرة بتجيب لنا ضيافة كاسة الشاي، شو قصتك؟ ايدي عراسك، مو صاير معك شي جديد مشقرقة؟ ايه والله يا شكركار، ايه هات لنشوف لك ان شقرقنا معاه. صراحة يا ابو الشام، موضوع قاعلي شوي. قاعلي؟ معناها شغلة خطبة وجواز. يعني؟ شو يعني وما يعني؟ بنت مين؟ يعني في موافقة؟ ايه نعم، في موافقة. ومتفقين مشان يروحوا الحريم. ان شاء الله الف مبروك. بنت مين عزو؟ لك خلصنا بقى شكري، بصراحه ما رح بحكي لك لحتى يصير في موافقه. لك انا مو من شان شيء، من شان اذا في عندها اخوات بنات ام نخطبهم انا وتيسير ونصير عدلة. إيه لا عمي، انا وضعي منتهي واستوت شغلتي. ها شفت؟ هذا هو السهتان اللي بمرق اموره على السكيت ومن تحت لتحت. لا والله لا على السكيت ولا من تحت لتحت. لك عزو، انا بالصدفه اللي عرفت بنت مين، واليوم قالت لي عمتي انا بتخطب لي اياها. لك بنت مين؟ ما بقدر احكي، لا تحرجوني. ان شاء الله عمرينكم ما تحكوا، وانا كمان ما رح احكي لكم وقلكم شو صار معي انا وجماعتي، ولا تحرجوني ما رح اقلكم بنت مين هي، لانه هي بذات نفسها ما بتعرف بنت مين. شلون يعني هي ما بتعرف بنت مين؟ لان ربيانه بالميتم حنوني. افتحوا الباب. يا رجال انا والشيخ محمد سعينا للصلح ومن اول يوم ويشهد عليه ربي، لكن اللي باين انه الجماعه مو ناويين على الخير وناويين على الشر. سيدي نحن عملنا اللي علينا والبادي أصلاً. بكره اجتماع الزعامات وزعيمنا ابو داغر رح يكون موجود ورح نشوف شو رايه ونمشي على مشورته. يا رجال بدي همتكم، بدنا نكون سند بظهر زعيمنا وسيف على عيناه. شو قلتوا؟ انا اسمي لحوج، بشتغل عند العقيد ابو دعاس بحوش الطنابير.
ايه بالنعم امور. انا داخل على اوضه وعليك. شكري سكر الباب وخليك برا. امرك مختار. قول يا ابني شو بدك؟ مختار بدي الامان. عليك الامان يا ابني، شو بدك؟ العقيد ابو دعاس ناوي يقتل زعيمكم وابنه اذا اجوا على اجتماع الزعامه. شو قلت له؟ الله وكيلك مثل ما عم تحكي. شكري ابو مختار بعت لي داخل فورا. حرامي بس شو حرجه يا ابو زرعان وغادينو. امرك شرف. اذا اللي عم تحكيه ملعوب مش خطك على باب هالمخدر. الله حيو الشام، الله حيو الزعامات كلها. اهلا وسهلا يا ابي. الله يخلينا اياك يا ابي. اهلا وسهلا. شرف يا ابي شرف. اهلين برشار. الله حيو الزعامات. شرف شرف سيد راسي. شرف شرف شرف. اهلا وسهلا اهلا وسهلا. الله حيو شرف شرف شرف. اهلين بالزعيم ابو دعاس. الله حيو الزعيم. اهلين ابو دعاس. شرف سيد راسي. صدر لكم والعتبه لنا. السلام عليكم. اهلا وسهلا اهلا وسهلا. اهلين برجان. جاي لحالي لنص جمعتكم. جاي لهون مشان ما تقولوا حسن ابن الزعيم خايف. إذا لك حق عندي يا أبو الدهاب خذوه، بس ما رح خلي الدم يسيل بين الأهل. الدهاب أنا جيتك. خلي المراجل بيني وبينك، وش لوش ورجال لرجال. أنا دمي رخيص في ذا المراجل وروحي بتهون لأهل الشام كلها. محلك بالصدر دايم، وأنت الزعيم وأنا أول الطائعين. دهب أنا ما رح أقعد بيناتكم ولا رح أجالسكم. لا تلبوا لي طلبي. طلباتك مجابة أمور. عفوني منها. الزعامة إلها رجالها وأبو الدهب رجالها. شو قلت يا رجال؟ اسمع، انت وابنك واهل حارتكن حرام علي عاديكن ليوم الدين. اشهدوا يا حاضرين والله خير الشاهدين.
بنت الوحيدة خليل لهالشب اللي بضايق المربى حسن. هذا بيقول ايه؟ والذهب؟ لك عنا أماني وأمانتك بالحفظ والصون، ونسبك بيشرفنا وبيرفع راسنا. لفت يسيري وأنا سلحبت لك سلحبي، بعد شوية لقي لك اللي حجر رماها تيسير. أنا داك لف بهي اللفة سعبت لك الخنجر، حطيته على رقبته بدي أشخته، وقع الفرد من إيده على الأرض. دجال مسكته هيك ولحشت له إياه لأبو الشام، قلت له اعمل فيل بدك يا الله حيه المراجل لكان. ومو أنا لحالي كنت رح أشخته، يعني أنا وأبو الشام، أنا مسكته هو رح يشخته، مدري أنا كنت رح أمسكه هو رح يشخته يعني. ها مين خلق وقع فرع قدام بقى الشام؟ خلصنا خلصنا مساكو جبتك عزيز مراجل. انت روح روح ليه عليه انت يلا احليه احليه عم بقى الشام. اوك يا اوك يا صنصوح ويضع لي قلشو ويشلحه فلت حصكي رقبته على الاخو اصطفى في تلك. خلاص مساكو في حديث بيني بين ابو الشام مساكو في زمه. ايه العفا شو قاعد عم تقضى الشباب؟ خلاص خلاص ابو الشام خليك بضاي وذكر العفا. فوت فوت لرستقك فوت غني لك ام العباية لا تفضحنا. حي ابو الشام. وين ابو الشام؟ تلت ثلاثة ثلاثة وثلاثين هيا والعين. هات لشوف احكي لي شو صفنا؟ فبشي والعز مفشي شي على عزولك تيسي. عم تفكر بنت الحلال ما هي؟ لك السلام عليكم. اهلا شكري. نعم الله ينعم عليك. ليش ناديتوا لي؟ شيء ومنو هذا اللي نادى له؟ ما بعرف حسيت ام كانه حدا نادالي. ايوه دخلك هذا اللي نادى لك شو كان عم يقول له؟ ما بعرف هيك صوت غميق ما عرفت منين. إيه هذا ابوك اللي كان عم ينادي لك؟ العفا أبي بدي ناديلي من قبل. مو عم تقول كان صوت غمي وعم ياكل قتل؟ هلا أبي الآدمي الطاهر أبو شكري على سنه رمح اللي كان يحلق له ويقش له دقنه لأبوك عمي الزعيم وأيامات ما ياخد منه عم ياكل قتل. إيه بس أبي كمان ما كان يرضى وكان يعطيه زيادة، مش كان أبوك هلا عم ياكل قتل بالآخرة فمن وراء التخلفة اللي خلف لنا إياها. هلا هيك يا أبو الشام؟ هيك قفلت معاك؟ شو علي يا تيسير؟ روح إن شاء الله بتوصل لليلة عرسك. للآخر الفرد اللي أعطيتني إياه لقتل فيه حسن، شلحوا له أبو طهان وربطوه بعتوني يا مربى مثل ما بعتوك بزمانه. عبد الحاس أوعك أنا زابي لما نسيت. إيش كان نسيت من هو زابي رسال لحم كتافك إنه بيقولولا لحم كتافي من درايا زعيم. لما نسيت سيد اني خليت كل الحارات تهابك وجبت لك ابن ابو داغر فاتح صدره وضيعتونا تعبنا بوس اللحم والشوارب. عمي من الاخي قصة انه جماعة ابو داغر سرقوا الفرد ما عم تخرط مشطي، يعني ما عم صدقها منوب منوب. معك ثلاث ايام لترجح الفرد احسن له. اسمعوا لك صوص معك لبكره المغرب اذا كان ما جبت حموله ثلاث طنابل حنطه وشعير ما تلوم الا حالك. تهددني ولا تبرجي ولا تلعب بالزعيم. ضاع ضاع قبل ما ادبلك محل ما انك واقي. لقيت خيل مربوط بين الشجر، قمت قلبت ولقيت جماعة ام دعاس طالعين قبل البايك. ايه وسمعته كان عم بيقول لهم انه بس يروحوا الشغلة نموج عليهم. يا باطل يا باطل روح لعند تيسير خليه يخبر رشيد وحمدي يلحقوني على البايك بسرعة. فوزي دحام جيبوا شباليكم والحقوني. يلا يلا كيلو بانكم على الخاص. خلصنا راحوا الشغلة. ايه يا ابي يلا يا كريم. لك فدوني يا زعيم. لك شو بال لك شو بي ابتعاش شو بدك من تحشين؟ بدي حمولة ثلاث طنابر حنطة وشعير. انت بكت ابو الذهب
واللي بدك اياه بتضرب من ابو الدهر. عمرك زعيم اتركوه، بس اللي بدي اياه بياخده. حسنه، بنعطيك اللي بدنا اياه بحقه، بتاخذ اللي بدك اياه. غصب كبيره عليك. لا سيدي، غصب ودعرامه كمان. لك ما فسرتوا يا زلمه. لعيونك يا دعاس، لعيونك يا حكيم، رح اعطيك كل شيء بدك اياه، بس مو قبل ما نعمك المراجل انت وجماعتك. لك المراجل خلي قدامنا ولك وصباطك ولك وانت حصني. وكيلك يا عمتي هلا بركيد مثل القطاط، رجليه هون عم تدق بروسهم. وان شاء الله ما حدا اصابه شيء. لا لا الحمد لله، ما حدا قدر يعلم علينا بخمش الله وكيلك، بس جماعه ابدع عاز شرك وتشريك. ايه خرجهم جماعه مشرانين يا لطيف، بس يا عمامه يقوموا يرجعوا. لا شو يرجعوا ما يرجعوا، الله وكيلك يمكن بحياتهم ما بقى يعيدوها. ايه الحمد لله. يا الله شو عمامتي؟ اتحرك؟ مشان شو عمتي؟ يو مشان ست بدور اختل جميلة. ايه دخيلك، ان شاء الله بتقبري قلبي. بعيد الشر، ان شاء الله انت بتقبرني بدياتك وبتعيش العمر عمرين. الله لا يقدر ان شاء الله. امتى رايحة؟ من بكرة الصبح. ليش انا في عندي اغلى واعز منها. ايه دخيلك يا عمتي عالسريع، الله يستر حريماتك ويطعمك حجة بجاه الحبيب محمد. خلاص من بكرة بجيبها معي. لوين بدك تجيبيها؟ لعندها. مشان شو عمتي؟ لك يا حبيبي يا قلبي، مو انت قلت لي مستعجل؟ خلاص بكرة بروح لعند أهلها وبقول لهم دخيلكم دخيلكم ابننا مستعجل، لفلفولنا ياها على السريع بحملها وبجيبها معي. يا عمامي بدي اقول لك على خبر يفرحك، وكمان بدي اخذ رأيك فيه. خير عمي؟ اخوك تيسير ناوي يصير عديلك. مريم بنت عمي المختار؟ اختها لجميلة. ان شاء الله الف مبروك. الله يبارك فيك يا اخي. الله رضيان عليك. علسي لك برصار اخي وعديلي لك. ها لي الشرف والله. ان شاء الله الف مبروك. الله يبارك. مبروك ابو شهاب، مبروك. الله يخلينا اياك يا ابي، الله يخلينا اياك. طير شو جابك بهالوقت؟ بشري عمتي. بشو بدي بشير؟ ان شاء الله ما رحتي لعند الجماعة. انو جماعة؟ عمتي يستر على عرضك، هذا اطول نهار مر علي بحياتي. هلا انت شو بدك؟ رحتي؟ ايه رحت. وان شاء الله عجبتك البنت؟ مو كتير. عمتي بوس ايدك، لا تطفي لي قلبي. لك شو أول مرة بشوفها؟ إيه بعرفها من وقت يلي ولدتها أمها. يا سيدي حلوة بتجنن، بتغوي بالقلب على قد ما لحلوة. حلو الكلام، لهون ماشي الفرقون. وبعدين؟ سلامة سلمك. يعني وافقوا؟ لك شو هي وافقوا ما وافقوا، أنت أجدى. النسوان قالوا في قبول، بس الموافقة الحقيقية عند الرجال. لك لا عمتي، أنا قصدي يعني إش كان هي مولاها في قلبها ومبدأ، يعني أنا كمان ما بديها حتى لو شاشروا لي إياها بالذهب. هلا أنت بدك ولا ما بدك؟ آه والله أنا طاير أعلي يا عمتي، بس المهم هي 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 شو؟ والله هي باين عليها أنه طاير عقلة أكثر منك. إن شاء الله وبتقبري قلبي وبتشكلي قاسي. لك سد بوزك على هالحكي، سد بوزك. قلت لك 100 مرة لا تحكي بهالطريقة لأنه بيتزلزل بدني منه. خلص على راسي. إيه قليلي وبعدين شو قالوا؟ شو بدهم يقولوا؟ يعني الموافقة عند الرجال، أبوك بياخد معه جاهة وبيروح لعند أبوها المختار وبيطلبها وبياخد الموافقة. إيه وإمتى بده يروح؟ امتى بده يروح؟ امتى بده يروح يا خانم؟ انا بقول لك امتى بده يروح. ايه اذا بتاخذني
على الجامع الأموي أنا وأميني، لأنه جاي على بالي شوف مادنة العروس مرة ثانية، قلبي عم ينطف عليها. بتاخدني؟ بحكي مع أبوك. ما بتاخدني؟ ما بحكي مع أبوك. إن شاء الله بيقبرني. يعني وش بدك تصير عريس؟ أي والله هاي لك وزلغط لك قد ما بدك. أوه هو تيسير يا حلالي، أوه هو عطوني مالي، أوه هو تعشوفوا عريسنا، أوه هو غيره ما يحلالي. لي شو خد هالوردة. موافقة يا بنتي؟ يا بنتي شو عم تغامري؟ الشرع بيقول انه لازم اسمع موافقتك جهارا انا والشمو. موافقة سيدنا. مبارك ان شاء الله. الله يبارك فيك. الله يجعل التمام على خير. امين يا رب العالمين. سمعونا الفاتحة على نية الرضا والقبول. بسم الله الرحمن الرحيم. والضالين امين يا رب. امين. مبروك اخي. الله يبارك فيك. مبروك يا عريس. مبارك يا ابني. مبروك يا جماعه. يا بارك فيكم يا رب. مبروك. الله يبارك فيك. يا بي من بعد امرك شو رايك اسمه الشيخ موجود نكتب الكتاب فرد مره؟ هو خير البر عاجله، بس الراي الاول والاخير للمختار. البنت بنتكم يا ابو داغر، انت فصل ونحن منلوي. اللي فهمته يا رجال انه الفرنساوي بده يهجم علينا. ليش بقى؟ شو عملنا لهم؟ ما حدا من حارتنا قرشون. بك شبك لك شكري، هدول الفرنساوي مو حارة الطنابير. اللي فهمته من اخي حامد انه بدنا نتحكموا برقاب العباد وبدنا ايانا نصير عبيد عندهم. يا باطل يا باطل. احنا وين رحنا عمي؟ علي الحلال اذا بعتر على واحد فيهم لحتى شاركوا تشريك، وانا بسلخه وبعلقه من مقادمه على الشنقال. ايه وشو تركتوا لي اعمل؟ الصعاوي تركوا لك جلد شان صعاوي منه طبل دربك. ايه امساكو مو حي الله جلد بصير طبل، بده جلد واحد هو بالاساس طبل. قصدك لشكرين؟ لا خلصنا امساكو، ما قصده شيء يزرع بهالدن. تمام والشام ما يمر عليك ظالم. هلا تعال عند مني. شو بدنا نعمل؟ السلام عليكم ابراهيم. وعليكم السلام. لك علي برو. لك اهلين يا بطل. لك اهلين لك ابراهيم. هلا عمي بالشام. لك اهلين برو. لك الحمد لله على سلامتك يا بطل. اللي اخي لك شو اللي جابك؟ ليش تارك المعسكر؟ اعطوك مأذونيه؟ لا والله يا اخي، حلوا الجيش سرحونا، قال بدهم كل واحد يرجع على بيته. يا بطل ليش لك برو؟ ليش؟ قال الفرنساوية هيك اشترطوا على الملك. هلا لما صار عندنا جيش عربي دافع عن البلاد مو روحي قاتل على بلا طعمه بالاناضول. حلو بك يا باطل. شو يعني لك برو؟ شو يعني فهمني؟ نحن ما عاد في عنا عسكري واقف بوسط الفرنساوي هلا. ما بعرف يا عمي بشار، بس انا لما سمعت الخبر حملت ضربطري ورجعت لهون، وكثير من الشباب اللي كانوا معنا هيك عملوا، وقلنا كلياتنا بصوت واحد الشام هي ارضنا بدنا ندافع عنها بالجيش براته، ما تفرق بدنا ندافع عنها. بري عليكم برو، بري عليكم، لأنكم رجال من ظهر رجال. يا شباب سمع يا شباب سمع يا شباب، اللي بده يقعد اسمه ويتطوع بده يعرف حاله لوين رايح وشو الشيء اللي رح يواجهه. وحياتك على الموت عمي المختار، كل شيء حاضر هون على الموت كرامة للشام وأهله. الروح بدها الطاهرة يا رجال، الطاهرة برجالها وكل شيء بيخص كرمالها. الله يا محلى الموت بكرامة ولا عيشة السل. يا شباب الشام، انا كنت حامل كم كلمة بهالورقة رح تحمسكم، بس بصراحة اللي صار انه انتو يلي حمستوني، وهي اسمي اول اسم. هي اسمي على يا شباب لأي اسمه بعد العشاء اليوم بالبر عندي بياخد سلاحه، وبكره الصبح باذن الله نتحرك نحن اخونا ابو صبري لعن جماعة يوسف بيق العظمة وبنمشي معنا على بيت الأول. الله أكبر سوريا، الله أكبر سوريا، الله أكبر سوريا، الله أكبر سوريا، الله أكبر سوريا.
تثبت الماضي المصري. شو عمتي؟ لسه ما فاق؟ لا والله ما فاق. طيب إذا فاق عمتي خليه يدعينا. الله ينصركم ويرجعكم سالمين وغانمين. وأنت عمي دعينا. روحوا يا عمتي، روحوا إلهي بترجعوا لنا منصورين وسالمين وغانمين بإذن الله. يرضى عليك. الله معكم. حالي تيسير بدون مدري شو بقى. هذا ما كان يشهد النفاسات. شو في؟ شو بقى؟ شو بقى؟ بدي أقوم يا مو تيسير برع ما بصاب قولي له. مسك أمي مسور. ساعدين ساعدين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. يا مو تيسير. ايه يا مو. يرضى عليك تقبرني. يردود قام لعند الدايق. ايه عرفت يا مو. يردود قام مشان مرت اخوك. يلا يلا بسرعه تقبرني. ان شاء الله مبروك. وبالشهر الثاني حتى شايف حبتي يا حدا. طوفان السفينة.
سامح لي يا زعيم. بالكم على الشام الطاهرة، الشام ما بتتزعل.